السلام عليكم الزملاء الأعزاء، مع حضراتكم المهندسة إسراء هاني. أولا برحب بحضراتكم وبكل الحضور الأعزاء اللي نورونا النهاردة في ويبينار اليوم بعنوان مقدمة في معالجة مياه الغليات وأبراج التبريد والشيلرات. نرحب بالمهندس عمر حواس، حيث أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية شعبة تكرير بترول وبتروكيماويات جامعة قناة السويس، وعمل سابقا في شركة النيل وكيل شركة كوليجان العالمية الأمريكية. يعمل حاليا في شركة دي اس تي سي بالمملكة العربية السعودية. وأخيرا بقدم الشكر للمهندس محمد خليفة، مؤسس منتدى وأكاديمية خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكوا إنرجي إكسبو، المعرض الافتراضي لشركات ومنتجات المياه والطاقة، الجهة المنظمة والرعاية للويبينار. بأكد على حضراتكم ضرورة كتابة الاسم ثلاثي والإيميل باللغة الإنجليزية مرة واحدة فقط، وعدم التكرار في الشات الخاص بالميتنج للحصول على شهادة الحضور. اتفضل يا مهندس عمر، جاهزين نبدأ الآن. باشمهندس عمر، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل حضرتك. طيب، اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على معلم الناس الخير محمد. وبعد، اولا بحب اشكر كل القائمين على الويبنارات ده والويبنارات السابقه، وكل المحاضرين اللي فعلا يعني كانوا قبل مني واللي هيجوا بعد كده. فعلا يعني نشكر المهندس محمد خليفه ان هو بيجمع الناس ديت كلها وبيخليهم يقولوا معلومات اللي هي قيمه احنا كلنا نستفيد منها، سواء مثلا بحاجات جديده او حاجات تكنيكال اكتر، بنتعمق اكتر في الحاجه ونعرفها اكتر ونخش ان ديب في الصناعه نفسها ونعرف الحاجات بصوره اوضح. اولا احب اعرفكم بنفسي. طبعا أنا مهندس عمر حواس، اشتغلت في الأول في مجال التشغيل والصيانة بالصدفة. كان في مصنع، في المصنع اللي أنا كنت شغال فيه كان في برج تبريد. برج التبريد أو عموما وحدات اليوتيليتي أو الوحدات المساعدة ما كانتش ليها أهمية كبيرة قوي في المصنع، أو دايما يعني دايما الناس كلها في المصانع بتركز على حاجات الإنتاج. الحاجة طول ما هي ليها ملهاش علاقة بالإنتاج دايركت الناس مش بتركز عليها بصورة كبيرة. لكن انا كنت دايما بلاحظ ان لما بيحصل شت داون، بيحصل اي مشكله في الكهرباء مثلا، كان دايما اول حاجه احنا لازم نفكر ان احنا شغالها كان برج التبريد ده. فبرج التبريد ده هو مثلا مش مسؤول عن الانتاج بصوره مباشره، لكن هو بصوره غير مباشره هو حاجه مهمه جدا في المصنع. ومن هنا حبيت ان انا اخش شويه في المجال بتاع المعالجه واشوف الافكار بتاعته. وساعتها اشتغلت في شركة النيل، وكنا ساعتها بقى يعني فهمت يعني ايه وحدات المساعدة واليوتيليتي، سواء كان او غليات ابراج تبريد والمحطات اللي هي البري تريتمنت قبل الحاجات دي كلها. اشتغلنا برضو في كاليجان، فكاليجان كان ليها معايير عشان هي شركة عالمية، فكان ليها معايير معينة وستاندر وحاجات من ديت، فديت ادت الواحد خبرة في المجال ده بصورة كويسة الحمد لله. والحمد لله دلوقتي الواحد بيحاول يطور من نفسه، سواء بره خصوصا المجال بتاع المعالجه والحاجات ديت في المملكه هنا يعني واسع وكبير جدا، والحاجات ديت يعني فيها موجوده بصوره كبيره قوي. وان شاء الله هنحاول يعني في الكورس ده باذن الله نحاول ندي يعني لمحه بسيطه كده عن ان شاء الله عن الووتر تريتمنت بتاعت اليوتيليتي نفسها، سواء كولينج تاور او بويلر او شرارات. اول حاجه احنا ان شاء الله النهارده يعني هنحاول نشرح اول جزء عندنا في النهارده في الويبنار، وهو الكولينج تاور. اول حاجه الكولينج تاور في البدايه كانت عباره عن حاجات بتبقى حاجه بسيطه جدا. انا دلوقتي عايز ابرد حاجه عندي، مثلا كوبايه شاي سخنه عايز ابردها، فانا الطبيعي بتجه ان انا بمسك الكوبايه ديت مثلا بنفخ فيها بهواء. مثلا لو انا عندي مثلا حاجه، لو انا كانت مثلا الكوبايه ديت مثلا فيها سخونيه كبيره، بقوم جاي حاططها في مثلا في كوبايه ثانيه اكبر منها، تكون الوسط اللي حواليه وسط بارد، بحيث اللي ايه اعمل زي هيت ترانسفير من الميه البارده للميه السخنه في اقل درجه الحراره. فهي دي الفكره بتاع ده كان المبدا الاساسي بتاع الكولينج تاور. كان انا في الاول عندي السيستم بتاع الكولينج تاور كان بيبقى حاجه اسمها وان ثرو،
وانس رو ده كانت انا دلوقتي عايز ابرد جسم معده، فبضطر ان انا ايه ادخل عليه كميه ميه، بس كميه الميه دي هي وان واي، يعني هتروح في مكان هتبرده وخلاص، انا مش بستفاد منها بحاجه. هي مثلا باخد الميه دي سواء من مثلا من مصدر ميه جنبي، نهر، اي حاجه، وبعديها على المعده دي ابرد بيها المعده اللي انا عايزها، جسم المعده، وبرجع الميه دي برميها تاني مثلا على مثلا في النهر او في اي مكان تاني، خلاص انا كده ما استفدتش بيه. بعد كده بدات بقى الفكره بتاعت الاوبن سيركل والكلوز سيركل، واحنا هنا في البدايه هنشرح الاوبن سيركل اللي هو يعتبر جزء اللي هو الكولنج تاور جزء منه. فكره الكولنج تاور بصوره بسيطه انا هي قايمه على مبدا التبخير، الايفابوريشن اللي بيحصل نتيجه ان البخار المراوح بتبدا تشرطه، بيبدا يخلي الميه اللي هي بتبقى مثلا الميه دلوقتي انا عندي الكولنج تاور بالشكل ده. الكولنج تاور بيتقسم لحاجات كتير، اولا عندي المروحه بتاعته الفان اللي بتبقى موجوده فوق في قلب المروحه، وده هناخد عنها الاشكال بتاعتها وشكل وانواع الكتيره بتاعت الكولنج تاور. ويبقى عندي في الجناب هنا حاجه اسمها الفيلنج او الباكينج، او احيانا بالمصطلح العامي مثلا الناس بتقول عليه عش النمل. بيبقى عندي الميه راجعه لي، الميه مثلا عايز ابردها فراجع بدرجه حراره عاليه، الميه ديت بتبدا تنزل على الباكنج ده. طبعا المروحه زي ما المروحه شغاله فبتبدا تشفط الهواء اللي من جنب البرج سواء من على الشمال او من على اليمين، وتخليه يعدي في الباكنج ده. تمام، المروحه طبعا هي هتبقى في الشكل ده، المروحه في النص، فبتبدا تعمل ايه؟ فتبدا تسحب الهواء ده يعدي ما بين في الباكنج ده لغايه ما يوصل في النص ده، ويبدا يطلع لفوق من عند الفانه بتاعه المروحه. طبعا هو ماشي هنا اللي بيقابل ايه؟ بيقابل القطرات بتاعه الميه اللي نازله في الباكن. تيجي هنا بقى الوظيفه بتاعه الباكن او الفيل اللي موجود في الكولنج تاور. طبعا كل مثلا انا دلوقتي لو انا عندي حجم الميه كبير وانا دلوقتي عايز ابرده، لو حجم الميه ده بالنسبه لي بدات الكتله بتاعته تصغر، وبدات الدروب بتاعه قطره الميه كل فترة تصغر أكتر من الأول، هيكون سهل على الهواء اللي جاي اللي بيمر هنا اللي هو إيه؟ اللي هو ياخد يمتص منها الحرارة اللي موجودة في قطرة المية دي. فساعتها بيبدأ الهواء يمتص الحرارة اللي موجودة ويطلع من عند الفان، وفي نفس الوقت تبدأ المية اللي خلاص بدأت مع الوقت بدأت تبرد، لأن بتنزل المسافة دي كلها، فبتبدأ تقابل هواء في الجزء ده في الجزء ده لغايه ما تبدا تنزل على البيز بتاع البرج او الحوض بتاعه، وتكون ميه خلاص دلوقتي انا ساعتها وصلت ان درجه حرارتها بتاعتها قلت، فاستخدمها اللي انا بيكون عندي هنا ريسيركيشن بامب. الريسيركيشن بامب ديت باخد الميه بوديها على الجسم اللي انا محتاجه ابرده، وبترجع لي تاني العمليه، تفضل الجسم ده هيسخن الميه تاني، فالميه تبدا ترجع تاني من اول وجديد على الكولنج تاور، تفضل العمليه ديت شغاله معانا. الانواع بتاعت الكولنج تاور انواع كتيره وتقسيمات كتيره موجوده على النت او في اي حاجه، لكن احنا هنا في الكورس ده هنقسم الكولنج تاور بناء على الثلاث حاجات ديت. اول حاجه عندي هقسم الكولنج تاور عن طريق الفان تيوب. بيبقى عندي حاجه اسمها ناتشورال درافت، وعندي فورس درافت، وعندي induced draft. خلينا ناخد الشكل الاول هو الناتشورال درافت. الناتشورال درافت اكيد في مننا جزء كبير مثلا كان بيتفرج على كوره، بيشوف استاد غزل المحله، بيلاقي فيه ابراج كبيره زي الشكل ده كده موجوده في ظهر الاستاد. الابراج ديت عباره عن ابراج تبريد، بس زي ما اسمها موجود هنا، الابراج ديت هي ناتشورال درافت، مفيش فيها مروحه، الميه بتبدا تخش، الميه السخنه بتبدا تخش من مثلا من الجزء ده من البرج، وبتبدا تنزل عن طريق الجرافت. انا مش بعمل اي حاجه، مفيش اي حاجه بعملها، وفي نفس الوقت الهواء بيبدا برضو عن طريق الجاذبيه بتاعته والكثافه بتاعته، يبدا الهواء اللي تحت البارد يبدا يطلع فوق، يقابل الهواء، يقابل قطرات الميه اللي جايه له
من فوق، هو طالع بيبدا نفس الفكره، يبدا ياخد يمتص الحراره اللي موجوده في الدروب بتاعه قطرات الميه اللي نازله من الكولنج تاور، وتبدا خلاص يبدا يسخن، فيبدا برضو يطلع لفوق، والميه البارده كده كده بالجرافتي والجاذبيه بتاعه الميه بتبدا بتنزل فين؟ في الحوض بتاع الكولنج تاور. تمام. الجزء النوع الثاني الانديوس درافت، زي ما احنا شايفين هنا في الفيديو، الانديوس درافت بيكون هو بالشكل ده، بيبقى عندي البرج، بيبقى مثلا عندي هنا ده الجزء ده الميه هتدخل منه، وده بنسميه حاجه اسمها النزل. النزل ديت بتبقى مسؤوله زي ما احنا شايفين كده، بتبدا تخلي قطرات الميه زي تعمل اكنها زي رشاش كده على الباكنج اللي موجوده هنا، اللي هو الفل او الباكنج اللي هو المربعات السوداء اللي موجوده في قلب الكونج تاور هنا. زي ما احنا قلنا الفكره بتاعت المربعات الباكنج ده اللي هو بيبدا يقلل السيرفيس اريا او حجم قطره الميه على قد ما يقدر، عشان يخلي فيه سهوله ان الهواء لما يبدا يجي من الجناب بتاعه البرج هنا. طبعا البرج ده بيبقى زي ما احنا شايفين هنا اللي بيبقى فيه حاجه اسمها لوفرز او شبابيك، بتكون بتوجه طبعا المروحه لما بتشتغل بتبدا تشفط الهواء من الجزء اللي تحت ده، سواء من الشمال او من اليمين، وبتبدا تدخله في اللوفرز، ويبدا الهواء زي ما احنا شايفين كده من الجناب يبدا يخش هنا، ويقوم جاي طالع على الباكنج، وهو طالع يقابل الدروبلت بتاعت الميه ويبدا يبردها، وفي نفس الوقت الميه خلاص نزلت، وطبعا مع طبعا المروحه شغاله، فبتبدا ايه تشفط الهواء السخن وتطلعه فوق. تمام. وتفضل العمليه دي شغاله. ده بالنسبه للانديوزد درافت. عندي نوع تاني من الكولنج تاور، وهو الفورسد درافت. ورا انا كانت عندي المروحه هنا في الانديوزد، المروحه فوق في النص، المروحه بتبدا تسحب الهواء من الجناب تمام بتاعت البرج، عكسها بقى الفورسد انا عندي هنا المروحه بتبقى في القاع بتاع البرج في الجزء اللي تحت، وبتبدا المروحه بتزق الهواء لفوق. انا في الانديوز كنت بسحب الهواء، كان المروحه بتشتغل تسحب الهواء من الجناب بتاعه البرج، لا هنا المروحه بتسحب اهي زي ما احنا شايفين، المروحه بتسحب الهواء وبتسحب الهواء وبتزقه لفوق، يعني بالقوه بتاعتها زي ما من اسم الكون تاور فورس. فالمروحه عندي هنا بتبدا تسحب الهواء وبتبدا تزقه لفوق. طبعا نفس الكلام انا عندي هنا الموزعات بتبقى موجوده في الاجزاء اللي فوق ديت بتاعه الكولنج تاور، تبدا تعمل زي نفس الاسبراي وعلى الباكنج اللي موجود هنا تمام، وتبدا الميه تنزل معايا كقطرات صغيره عشان يسهل ان الهواء ده يبدا يقدر يلقفها على قد ما يقدر، وعلى قد على حسب الكفاءه اللي انا عايز اشغل بيها البرج، وعلى حسب درجه الحراره اللي انا محتاجها اوصل بيها الميه ديت درجه الحراره دي. طبعا بيكون عندي برضو جزء مهم جدا، ممكن نسيت بس اللي انا اذكره، في جزء بيكون هنا اسمه الدريفت اليمينيتور اللي هو مانع الرذاذ. الجزء ده بيبقى موجود في نهايه البرج، طبعا زي ما احنا شايفين هنا سواء في الفورسد او في الشكل الثاني اللي هو الانديوزد، بيبقى عندي هنا عندي مشكله. احنا زي ما احنا قلنا المروحه بتشفط الهواء، طب ايه اللي يضمنني او ايه اللي يخلي الميه اللي وهي نازله هنا من الموزعات ما تبقاش تطلع معايا، قوه المروحه ما تسحبش الميه والدروب بتاعه الميه لفوق معايا. فبيبقى عندي هنا جزء بيسميه دريفت اليمينيتور او منع الرذاذ، ده بيحاول يخلي الهواء بس هو اللي يطلع، واي دروب خفيفه المروحه ممكن تقدر تسحبها وتطلعها بره البرج، يمنع حدوث المشكله دي تحصل،
في الكولينج تاور، بتبقى موجوده بالشكل ده في الانديوزد زي ما احنا شايفين، اللي هو بتبقى فوق الموزعات، الموزعات اهيت الباك اند، الدريفت الباك اند تحت الموزعات هنا، والدريفت اليمينيتور بتكون فوق الموزعات بتاعت الكولينج تاور. تمام. في الجزء بتاع الفرصه بتكون اهي الباكنج موجوده هنا، تمام، المروحه اهي اللي بتبدا تزق الهواء، الموزعات بتبقى الموزعات اهي فوق الباكنج برضو، والدريفت اليمينيتور في اخر حاجه فوق الموزعات عشان الميه دلوقتي الهواء وهو عشان الهواء وهو طالع ما يبداش يخلي في اي رذاذ من الميه تطلع معايا في الـ في الكولنج تاور، وابقى مثلا واقف قدام الكولنج تاور ده الاقي الكولنج تاور بيغرقني ميه، او الاقي مثلا في ميه كتيره بتنزل عليا، اول ما الاقي حاجه زي كده اعرف ساعتها ان في مشكله في الدريفت ريمينيتور بتاع الكولنج تاور ده. تاني هنخش بقى ده كده، احنا خلصنا اول نوع عندي في الفان تيوب اللي هو الناتشرال درافت عن طريق الجاذبيه العادي، والفرصه اللي انا المروحه اللي هي اللي بتزق الهواء وبتدفعه عشان يرق الميه، والانديوزد اللي انا اللي هي بتعمل صك وبتشفط الهواء من الجناب بتاعت الكونج تاور وبتبدا تبرد وتلطف البتاع. بيقسموا الكونج تاور تاني لانواع على حسب الاير فلو، على حسب اتجاه الهواء. بنسمي بقى على الحاجات الكولنج تاور على حسب الاتجاه بتاع الهواء كروس فلو والكاونتر فلو. الكاونتر فلو هو نفس الديزاين بتاع الانديوز، بس هنا لما انا باجي اقسمه في الكاتيجوري بتاعته كاير فلو بقول عليه كاونتر فلو. كاونتر ليه؟ لان الجزء بتاع الباكنج زي ما احنا شايفين هنا بيكون في المنتصف بتاع الكولنج تاور. طب الكروس، الكروس بيكون من اسمه جانبي، فبتبدا بيبدا شكله بيكون مختلف شويه والديزاين بتاعه بيكون مختلف زي ما احنا شايفين هنا في الفيديو، بيكون ده الديزاين بتاع الكولنج تاور اللي هو الكروس فلو. الفكره بتاعته بقى المروحه اهي في النص، تمام، بتعمل صك برضه للجزء بتاع الهواء سواء من الشمال او من اليمين بتاع الكولنج تاور، بس يبقى شكل الباكنج هنا شكله مختلف عن الكاونتر فلو او عن الباكنج اللي قبل كده. الباكنج هنا بتبقى عباره عن شيت طويله جايه من جايه ماسكه البرج من اوله لاخره، وبيكون في قلب الشيت دي نفسها في الجزء الاخير ده خالص فيها اللي هو الدريفت ريمينيتور منع الرذاذ. احنا زي ما احنا قلنا في الانواع اللي قبل كده كان بيبقى شريحه لوحدها فوق الموزعات اصلا بتاعه الكولنج تاور، لا هنا الشيته دي نفسها بتكون عباره عن الجزء بتاع الباكنج، وفي نهايتها هنا في الجزء ده بتبقى واخده حرف زد او حرف يو على حسب نوع الدريفت ريمينيتور عشان تخلي يكون الشيت ده نفسه في الدريفت ايمينيتور عشان ما يمنع الرذاذ، ما يبقاش انا واقف برضو نفس الكلام واقف انا في حوالين البرج في المنطقه ديت مثلا او في اي حته والاقي في دش ميه شغال. الفكره بقى بتاعت الكروس فلو نفس الكلام، انا عندي بتبقى الموزعات شغاله، الموزعات شغاله بتعمل زي نفس الكلام بتنزل الدروب على الكروس وعلى الشيتس بتاعت الكولينج تاور الميه وهي نازله برضه الهواء بيقابل الميه هنا من الجنب. فانتوا لو خدتوا بالكم مثلا هنا في الفيديو الجزء ده اللي هو الحته ديت هي اللي بتبدا تبرد بسرعه، والجزء ده اللي هو لسه الهواء طبعا الهواء بيعدي كده، يعني انا بتبقى الشكل بتاع الشيتس اللي هي بتخلي الهواء يجي كده عشان يحتك اطول فتره ممكنه في الميه عشان احصل على الكفاءه اللي انا محتاجها من الكولنج تاور. وبتفضل يفضل الهواء يدخل كده اهو
يعدي على الجزء بتاع الشيت ستيت والباك اند، وبعد كده لغايه ما يمر على الدريفت ترميتور، عشان لو في اي تروبلت مع الهواء ديت الدريفت ترميتور يمنع المروحه ان هي تسحبها، وبعد كده خلاص الهواء السخن طلع معايا في خلاص، والميه بتبدا تنزل هنا الجزء ده، وبعدين تيجي تتجمع بتمشي كده وتتجمع في الحوض بتاع البرج المتوسط. طبعا كل برج من كل شكل من الاشكال دي ليه عيوب ومميزاته. يعني في الويبنار ده يعني لو احنا دخلنا في التفاصيل او الميكانيكال بتاعتهم ممكن الوقت يعني يسرقنا، فاحنا بناخد صوره كده مختصره شويه عن طريقه الشغل بتاع الانواع ديت عشان الوقت. يعني نيجي تاني للنوع الثالث بتاعنا اللي احنا هنقسم الكولنج تاور عن طريق الووتر سيركل بتاعته. كل انواع الابراج سواء الابراج ديت كروس او كاونتر او زيوس ممكن تكون اوبن سيركل ممكن تكون كلوز سيركل بالمسمى اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ايه الفرق ما بين الكلوز سيركل وبين الاوبن سيركل؟ احنا هنا كنا في الكولنج تاور سواء كان في الكاونتر في الكروس في الحاجات دي كلها بتبقى الكولنج تاور هو انا رايح اخدم على معده، تمام؟ هنا الاوبن انا رايح اخدم على معده والمعده ديت بتبرد عندي، ومثلا لو انا شلر انا ببرد الكباس مثلا بتاع الشلر، وبعد كده الميه خلاص بردت الكباس ده خلاص بترجع لي تاني في الكولنج تاور، وتبدا الميه ايه؟ تبدا الميه تبرد معايا، وبعد ما تبرد تقوم جايه رايحه على الشلر تمرده وتسخن وهكذا. ده بالنسبه للجزء بتاع الاوبن لوب. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو الكلوز او احيانا بنسميه البريتف كوندنسر المكثف، بتبقى الدايره فيه دايره الميه اولا، يعني هنا دايره الميه عندي بتتحرك بتروح للمعده نفسها تبرد المعده وترجع تاني في قلب الكولنج تاور. لكن هنا في الكلوز سيركل لا، الميه عندي مقتصره، دور الميه او اللوب بتاعت الميه عندي هنا عشان تكون واضحين بالظبط بتبقى مغلقه شويه، دايره صغيره عباره عن ان الميه كل وظيفتها ان انا بيبقى عندي هنا كويل موجوده عندي في قلب الكولنج تاور. الكويل ديت مثلا كويل فيها امونيا فيها فريون، احيانا الكويل دي بتبقى جواها اصلا ميه، وهناخد زي بقى المعالجه بتاعت الحاجات دي كلها بعد كده. فالميه بقى اللي موجوده في قلب الكولنج تاور نفسه بتعمل ايه؟ بيبقى عندي البامب هنا، البامب كل اللي عليها بتسحب الميه من الحوض بتاع البرج وتقوم جايه مدفعاه على النوزل، وتبدا تعمل زي سبراي برضو على الكويل بتاعي اللي انا محتاج ابرده. فانا عندي هنا دايره الميه صغيره، انا هناك ان دايره الميه في الاوبن لوب بتروح مشاوير، بتروح المعده نفسها بتاخد المشوار وتبرد الجسم وبعدين ترجع تاني في قلب الكولنج تاور. لكن هنا الميه اللي انا بعمل لها تريتمنت او بعمل لها معالجه هي في اللوب ده بس، في الحوض بتاع البرج بسحبها بالبمب وادفعها على الكويل تبرد لي المواسير اللي موجوده هنا بعدين تنزل تاني في الحوض. طبعا احيانا ممكن نلاقي الشكل ده نفس الكلوز بس موجود مثلا في الجزء بتاع بيبقى مثلا في الكروس في الحته اللي فوق بتاعه الكروس مثلا، يعني مثلا في الجزء بتاع الكروس ده هنا احيانا ممكن نلاقي في ابراج بتبقى الديزاين بتاعها كروس، وفي الجزء ده الكويل بتاعه، فبتبقى عادي كروس فلو بس هي كلوز لوب سيستم. فالاشكال والاحجام بتاعت الكولنج تاور هي الاشكال الستاندر اللي احنا شرحناها دي كلها، سواء عن طريق الناتشرال درافت عن طريق الفورسد عن طريق الانديوزد، لو احنا هناخدها عن طريق الفن شكل المروحه بتاعي او الاتجاه بتاع المروحه، لو هي اير كروس او كاونتر، لو هي
على حسب اللوب بتاع الميه بتاعي كلوزد او اوبن. هي ديت الاشكال عموما بتاعت الكولينج تاور بتاعي. طبعا في اشكال كثيره ممكن الاقي ان الكروس ده نفسه زي ما احنا قلنا الكروس ده ممكن يكون في جواه الكلوز سيركل نفسه. احيانا كمان الكلوز ده بيكون في كلوزد وفي نفس الوقت بيكون عندي في فيل وباكنج عشان ازود كمان الكفاءه. بس طبعا الحاجات ديت والديزاينات ديت ليها حسبه وليها مهندسين تاني هم اللي بيحسبوا الحاجات ديت وبيحسبوا الديزاين بتاع الكولنج تاور والكباستي بتاعتها والحاجات ديت كلها. بتبقى محتاجه يعني محتاجه كورس كبير عشان نقدر نشرح الحاجات دي بالتفصيل يعني، والجزء الميكانيكال بتاع الحاجات دي كلها يعني. نيجي عند الحاجات المهمه بالنسبه لنا ككيميائيين مثلا او كمهندسين كيمياء شغالين في المرافق والحاجات ديت، ايه الحاجات اللي انا محتاج اعرفها عن الكولنج تاور عشان اقول والله لا الكولنج تاور بتاعي ده كويس، الكولنج تاور بتاعي ده والله على بالحسبه بتاعتك ديت انا المفروض اضيف كيماويات كذا، لا الكولنج تاور ده دلوقتي فرق درجات الحراره بتاعه قل، لا الكولنج تاور ده انا بعمل بفقد ميه كتير. فبيبقى عندي بارامتر مهمه جدا لازم احسبها عشان احط يعني ستاندر للكولنج تاور بتاعي واقول ان الكولنج تاور ده كفاءته كويسه، الكولنج تاور ده شغال كده ده شغال بالستاندر بتاعه وده الكفاءه بتاعته المظبوطه. اول حاجه عندي بيبقى عندي اول حاجه ميه التعويض، الميك اب بتاع الميه، نوع السورس بتاع الميه بيفرق معايا في اختيار البرنامج بتاع التريتمنت، بيفرق معايا في حاجات كتيره جدا زي ما احنا هنقول بعد كده. معدل التقليب بتاع البامب نعرف احنا بنحتاجه ليه عشان نحسب منه معدلات التبخير ومعدلات الفقد بتاع المراوح والحاجات دي كلها. فرق درجات الحراره اللي الكولنج تاور ده بيعملها، والله الكولنج تاور ده بيعمل فرق درجات حراره الميه بتبقى داخله له 35 درجه تطلع منه 30، يبقى هو كده بيعمل فرق درجات، بيعمل فرق درجات 5 درجات. معدلات التبخير بتاعته اللي هي اصلا زي ما احنا قلنا المبدا بتاع الكولنج تاور باين على هو مبدا قائم على التبخير، ان انا عند المايه ديت بحاول الهواء بياخد الحراره اللي موجوده في الدروبلت فبياخد فبيبقى في تبخير جزء من المايه عشان يبدا يلطف لي المايه ديت. فدي كل الحاجات ديت هنحتاجها. بس اهم مبدا عندي في الكولنج تاور وده المبدا الاساسي اللي هو سايكل اوف كونسنتريشن بتاعه الكولنج تاور. السايكل اوف كونسنتريشن بتاعه الكولنج تاور ديت حاجه مهمه. طب ايه هي السايكل اوف كونسنتريشن؟ السايكل اوف كونسنتريشن ديت مثلا لو في حد مننا انا دلوقتي مثلا عندي حله فيها ميه، الحله ديت مثلا انا الاملاح اللي جوه في قلب الحاله ديت وليكن 1000 بي بي ام، تمام؟ الحاله ديت مع الوقت انا حطيتها على النار بيبدا في تبخير يحصل. التبخير ده بيقلل كميه الميه اللي موجوده، فاصبحت كميه الميه ديت مثلا بدل ما هي كانت 1 لتر بقت نص. فانا بعمل ايه؟ بقوم جاي حاطط والله شويه ميه تانيين. فهنفترض ان الميه اللي انا حطيتها كمان زي الميه اللي كانت موجوده، كانت 1000 بي بي ام. ايه اللي هيحصل؟ بقت الميه اللي عندي بقت 2000 بي بي ام. طب ال 2000 بي بي ام ديت دلوقتي اتبخر منها جزء تاني، بدل ما كانت لتر مثلا لا بقت نص لتر، زودت انا تاني عليها ميه فبقت تبقى 3. فديت السايكل اوف كونستريشن، طبيعه الكولنج تاور مع التبخير اللي بيحصل في قلب الكولنج تاور بيبدا الاملاح اللي جوه في قلب الكولنج تاور بتبدا تعلى معايا. طب الاملاح ديت طبعا بتسبب لي مشاكل سكيل ومشاكل كتيره جدا في الكولنج تاور. بس في نفس الوقت لو انا يعني بعمل عمليه فقد بصوره سريعه للكولنج تاور بتبقى ديت عندي مشكله، عندي فقد ميه. فانا برضو لازم بيبقى ليها ليميت زي ما احنا هنشرح بعد كده. ليميت انا بشتغل عليه وبقول والله ان ده على بالكيميكال بتاعتي انا اقدر اعمل 2 سايكل او 3 سايكل للميه
دي على حسب الميه، سورس الميه اللي جاي. تمام. نيجي بقى الحسابات بتاعت الكولينج تاور اللي انا يعني بحبها الصراحه وبعزها، عشان بحب الحاجات اللي هي بتبقى قدامي، بعرف واحد اثنين ثلاثه، بعرف الكولينج تاور ده تمام ولا لا، ايه الحاجات اللي انا اقدر ازودها، ايه الحاجات المهمه بالنسبه لي، وايه الحاجات اللي انا لا في تركاية هنا ممكن اقدر اظبط فيها المعالجه، او اقدر اظبط فيها الكولينج تاور احسن من كده، اللي هي الووتر بالانس. بعمل معادله سهله جدا. انا عندي الميه بتاعه الكولنج تاور بتخش الكولنج تاور، ايه اللي انا بفقده؟ بفقد الايفابوريشن، التبخير ده انا ما اقدرش، ماليش صلاحيه ان انا اقدر يعني اعمل فيه اي حاجه. وبفقد حاجه تانية اللي هو البلو داون اللي انا بعمل له، مثلا التكوير اللي انا بعمله في قلب الكولنج تاور. وافقد حاجه تانية اسمها الويندج اللي هي المراوح والحاجات ديت، بيبقى فيه برضو مهما حصل ومهما كان في رذاذ بيطلع برضو انا بفقده. فده برضو ده في ديزاين بنحسبه برضو في المعدلات بتاعتي عشان اعرف اختار الدوزنج بتاع الكيميكال، واختار واشوف الكولنج تاور ده هل كفاءته كويسه ولا لا. فبتبقى عندي ثلاث حاجات اساسيه انا محتاج احسبها: الفوبريشن والبلو داون والويندج. هنمسك اول حاجه عندنا هنا اللي هو الايفابوريشن، التبخير. معدل التبخير ده انا هقدر احسبه ازاي؟ معدل التبخير بيبقى عندي معادله، حاجه ثابته سهله جدا اللي انا اقدر اجيبها. تمام. بيبقى عندي الرقم ده كونستانت ثابت 0.0085 في 1.8 في معدلات التقليب بتاعت البمب، السيركيليشن ريت بتاعت البمب بتاعت الكولنج تاور. الكولنج تاور ديت والله بتعمل 200 متر مكعب في الساعه. اكتب الرقم ده هنا في الدلتا تي، فرق درجات الحراره. والله انا عندي الكولنج تاور بيعمل فرق درجات حراره 5 درجات، يبقى انا هكتب ال5 درجات. لما انا اجي هحسب كده، هحسب انا كده جبت، لما انا اكتب مثلا ال 200 في 5، يبقى انا كده جبت قيمه الايفابوريشن، التبخير اللي البرج ده لازم يعمله. البرج بالمواصفات اللي هو شغال بالبمب بتاعته بالدلتا تي اللي هو بيعملها غصب عني، هو بيفقد الكميه ديت من الميه واحطها على جنب. انا كده جبت اول حاجه مهمه بالنسبه لي. نيجي على الحاجه الثانيه، البلو داون زائد الويندج، او زي ما انا كاتبها هنا. احيانا بتبقى ممكن تلاقيها في الديسكربشن بتاع الكولنج تاور اسمها البليد، الويندج او البليد، طاقه المراوح او اللي بتحصل نتيجه الفقد ونتيجه حركه المراوح بتاعه الكولنج تاور، بتساوي الايفابوريشن اوف ريت اللي هو القيمه اللي انا جبتها هنا، تمام، على السايكل اوف كونسنتريشن بتاع الكولنج تاور ناقص 1. سايكل اوف كونسنتريشن اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شويه، اللي هو معدلات انا دلوقتي السايكل اللي انا الكولنج تاور ده بيعملها. الكولنج تاور ده كانت داخله له والله املاح، كانت داخله له 200 بي بي ام، فضلت يحصل لها تقليب في قلب الكولنج تاور وصلت ل 800. يبقى انا هقوم جاي اعمل ايه؟ التي دي اس بتاعت الكولنج تاور اللي هي 800 على التي دي اس اللي هي ال 200، يبقى انا كده جبت السايكل اوف كونسنتريشن بتاع الكولنج تاور. يبقى انا كده جبت السايكل اوف كونسنتريشن، هقوم جاي معوضه في القانون ده. يبقى انا كده جبت القيمه بتاعت البلو داون زائد البليد، هجمعها على القيمه بتاعت الايفابوريشن ريت بتاعي، يبقى انا كده جبت القيمه بتاعت الميك اب بتاعت الكولنج تاور. هناخد هنا زي مثال زي ده الموجود هنا. انا مثلا معدل تقليب البمب عندي هنا 350 متر مكعب، تمام، وعندي بتعمل فرق درجات 5 درجات. يبقى انا كده عندي الايفابوريشن ريت بتاعي هيكون 2.7 متر مكعب في الساعه. تمام.
عايز احسب ال اسمه البلو داون زائد الرينج اللي انا بعمله، اقوم جاي حاسب والله انا عندي الميك اب، انا مثلا عندي الميه اللي داخله لي الكولنج تاور الاملاح بتاعتها 300 300 مثلا 40، وصلت في بتوصل عندي في الكولنج تاور او الليمت اللي انا اقدر اشتغل بيه في الكولنج تاور مثلا ده 800 بي بي ام، يبقى انا عندي هنا الكولنج تاور عمل ده عمل 2.4 من 10 سايكلز كونسنتريشن، عوضت عنها في المعادله اللي فاتت وجمعتها على مع الايفابوريشن ريت، يبقى انا كده جبت الميك اب اوف ريت بتاعي من الميه. من الميك اب اوف ريت ده اقدر بقى احسب بناء طبعا على انا مثلا كحد كنت شغال في شركه كيماويات، بيبقى عندنا ستاندرد ان والله المفروض ان انا الماده اللي انا بضيفها مثلا سي اكس المفروض ان التركيز بتاعها وانت لما تيجي تقيسها في قلب الكولنج تاور يكون مثلا والله 80 بي بي ام، هتبدا من هنا بقى تحسب مع الميك اب فريم بتاعي، تبدا تحسب ايه الكميه الدوزنج بتاعت الانتي سكيلنت والانتي كروجن، لان دولت بيعتمد والدولت بيعتمدوا على الميك اب فريم بتاع السيستم. نيجي بقى للمشاكل يعني المشاكل المهمه بتاعت اللي بتقابلني كمشغل مثلا الكونج تاور دايما، سواء كروجن سكيل البايو فيلم والحاجات دي كلها. اول حاجه انا بيبقى عندي حاجه مهمه جدا لازم اعرفها في وانا رايح اشغل الكونج تاور، او انا مثلا كمهندس شغال في شركه كيماويات، او وليكن ان انا مثلا مهندس عايز اختار السليكشن الصح للكونج تاور بتاعي، لازم اول حاجه اكون عارف الميه بتاعتي اللي انا هشتغل بيها فيها عسر قد ايه، او هل الميه ديت زي ما احنا شايفين هنا الكيرف ده، الكيرف ده بيبقى موجود دايما في الشركات العالميه، الكيرف ده وليكن المربع الاحمر ده مثلا ماده اكس، والمربع الاخضر ده مثلا واي، والمربع ده زد، ومثلا ديت ده كل ماده من المواد الاربعه دولت ليها رينج هي تقدر تشتغل فيه، بعد كده زي ما احنا شايفين هي مش هتبقى افكتيف. طب ليه؟ لان وانا بختار الكيميكال بتاعتي، الكيميكال بتاعت الكولنج تاور سواء كانت انتي كروجن او انتي سكيلنج في العموم هي بتبقى مبنيه على الفوسفيت، سواء بقى كان اورجانيك او كان اورثوسفيت او الحاجات دي كلها، بس هو بيعتمد على حاجه مهمه دايما برضه لازم بيدي فيها السر الصنع، ان مثلا انا عندي الماده اكس الليمت بتاع زي ما احنا شايفين هنا في الكيرف المحور الاكس ده بيقول لي ان طول ما انت طلعت فوق هيفي سكيل، هيفي سكيل يعني في حاجه اسمها لور لينير اندكس او الديزاينر اندكس، ديت حاجات ستاندرد انت بتحط قيم الميه بتاعتك، البارامتر بتاعت الميه بتاعتك، وهو بيقول لك والله ان الميه بالبارامتر بتاعتك ديت هي بتتجه ان هي تكون سكيلنج اكتر. طب سكيلنج اكتر او تبقى او نمس او مثلا بتبقى كروز اكتر ازاي؟ وليكن دلوقتي مثلا اغلب الناس بتفكر ان انا لو انا جيت والله حطيت سفنر، السفنر ده بيعمل ايه؟ انا عايز احط بري تريتمنت زي السفنر ديت للكولنج تاور، عشان الكولنج تاور ده بيطلع ميه، الميه ديت ميه حلوه. لا، هو الكولنج السفنر مش بيطلع ميه حلوه، السفنر بيطلع ميه سوفت، الميه السوفت ديت ميه منزوعه منها املاح الكالسيوم والمغنيسيوم. املاح الكالسيوم والمغنيسيوم لما تتنزل من الميه، الميه بتكون شره اكتر ان هي تكون كروسيف، تكون بتعمل تاكل اكتر، فساعتها انا مش بخاف من السكيل، الميه دي كده مش هتعمل سكيل، بس الميه دي هتعمل لي كروجن اكتر، فانا ما ينفعش ان انا ساعتها اختار ماده بتشتغل زي مثلا ماده اكس او الماده واي اللي هو الاخضر او الاحمر، دولت بيشتغلوا على المواد اللي هي ايه فيها
الماده فيها اسكيت، الماده فيها املاح كالسيوم ومغنيسيوم، لكن لا الجزء اللي هو المادتين التانيين دولت بيشتغلوا لو انا عندي املاح، لو انا عندي كالسيوم ومغنيسيوم، نسبه الكالسيوم ومغنيسيوم عندي في الميه الميك اب بتاعتي قليله، هبدا اختار واسلكت الكيميكال دي، عشان الكيميكال ديت يكون فيها احيانا فيها نسبه من الزنك، فالزنك بيساعد ان هو زي بيعمل لير على الطبقه على البيس بتاع الكونج تاور او البايب لاين، فيمنع ان يحصل عندي كروسنج. فلازم تكون ديت، فاهم حاجه عندي وانا بختار ان انا اعرف السورس بتاع الميه، مش لازم الميه بتكون عندي، مش لازم تكون الميه بتاعتي ار او، عشان لو هي ار او يبقى انا كده الميه ديت تنظيف، لا انا في ليميت بشتغل عليه وفي ليميت انا بختار منه الكيميكال. يعني الكيميكال مثلا بتاعتي عندي ليميت اللي انا ان نسبه الكالسيوم بتاعي في الماده، مثلا الماده اكس اللي هي الماده اللي باللون الاحمر ديت بتشتغل، تقدر تشتغل من 600 البي بي ام لغايه 100 بي بي ام، تقدر تشتغل وتكون كفاءتها الى حد ما كويسه. تمام، عندي الماده الخضراء لا تقدر تشتغل والله من 50 بي بي ام كالسيوم لغايه مثلا 300 او لغايه 400 مثلا كالسيوم نسبه بي بي ام في قلب المي. الماده اللي باللون البرتقاني مثلا بتقدر تشتغل في الرينج ده من الكالسيوم، تقدر تشتغل بيه وتكون الكفاءه بتاعتها كويسه. فانا لما مثلا بختار، المفروض ان انا كشركه مثلا مصنع للكيميكال تريتمنت بيكون عندي الجراف بالشكل ده، وبناء على العميل بيديني مثلا بيقول لي والله الميه بتاعتي السورس بتاعها ار او في نسبه كالسيوم كذا، في نسبه البيتش بتاعتي كذا، بقدر انا ساعتها ابدا اختار له السلكت الصح بتاع الكيميكال تريتمنت. ومثلا برضو يعني في المجمل دايما يفضل ان الميه بتاعتي تكون يعني عشان لا هي تكون كروسيف قوي، ما تكونش ميه سوفت، ولا تكون ميه تقدر تعمل سكيل، لا خلي الميه تكون في النص، نسبه املاح الكالسيوم والمغنيسيوم في الميه تكون معتدله، عشان تقدر تديني كفاءه ان انا اقدر اعمل سايد كونسنتريشن وانا مستريح، لان الكيميكال دي كلها مثلا دلوقتي وليكن انا دخلت الميه وليكن 500 بي بي ام كالسيوم، واشتغلت مثلا بالماده اللي هي اكس، لما ابدا اعمل سايكل اوف كونسنتريشن ال 500 ديت مع فاقل من يعني ايه نص، هعمل نص سايكل، هلاقي الاصل 500 دي بقت وصلت مثلا ايه ل 700، فانا وانا عندي الكيميكال بتاعي الرينج بتاعها 600، فانا ساعتها لا يبقى انا اصلا مش هقدر اشتغل بالميه دي، او هشتغل بس انا هضطر اعمل ايه؟ هضطر اعمل هقلل السايكل كونسنتريشن. السايكل كونسنتريشن لما بقلله ده بيديني انديكيشن ان انا هضطر ان انا اعمل بلو داون كتير، عشان طبعا احافظ على اكيد الرينج بتاع الاملاح في الحدود بتاعت البرنامج اللي انا شغال بيه، فساعتها فقد ميه، والفقد الميه ساعتها بفلوس، فبرضه بتبقى ليها حسابات كتير. فعندي دايما الكيميكال الاساسيه اللي انا بشتغل بيها عندي يا اما فوسفيت، عندي لو انا مثلا لو الميه ديت بتبقى ميه كروسيف، ميه ممكن تسبب لي مشاكل تاكل، بلجا ان انا اشتغل بالزنك. الزنك بيعمل لي طبقه عزل، هو بس الزنك بتكون ماده كريتيكال يعني شويتين ثلاثه، لان الزنك بيبقى فيها رينج معين لازم تخلي تحافظ على الميه بتاعه الكونج تاور، بيبقى عندك دوزر بومب يا اما اسيد وبيز، بحيث ان انت تحافظ على البي اتش بتاعه الكونج تاور في رينج معين، عشان الزنك فوق مثلا تقريبا 8.5 او 9 بيبدا يحصل له بريسبتيت، فالمشاكل اللي انت كنت خايف منها من السكيل اصلا، وجبت عملت مثلا وخدت ميه، عملت ميه سوفت وقللت فيها نسبه السكيل عشان انت مش عايز سكيل كتير، لا ده هو الزنك اللي انت بتعالج بيه اصلا هو اللي هيعمل لك المشكله، هو اللي هيسبب لك السكيل اصلا بتاعت الكونج تاور.
طب انت بقى ممكن يعني انت ممكن كأنا راجل دلوقتي في محطة او عندي كولينج تاور، انت بلجأ ان انا اخلي المية تكون مية سيمي كروز شوية، او انت عادي ما تفرقش معايا؟ لو احنا خدنا بالنا احنا لما كنا بنشرح الجزء بتاع الكلوز لوب، الكلوز لوب دايما بيبقى عنده فرق درجات حرارة كبير شوية، لان درجات حرارة مثلا لو احنا قلنا الامونيا، قلنا مثلا بنبرد ثلاجات والكويل اللي بيمشي فيها اللي في البروسيس كونسنسر ديت، المادة اللي تمشي فيها مثلا امونيا او فريون، درجات الحرارة بتاعته بتبقى عالية. فانا لو انا عندي المية فيها كمية سكيل او المية ديت سهل ان هي تعمل سكيل، ساعتها هيحصل اللي هلاقي عندي المواسير اللي عندي بتاعت الكويل بتاعت اللي هي الكونفنسر بتاعي بقى حصل بقى عليها سكيل كتير. السكيل ده هيعمل طبقه عزل، طبقه العزل ديت هتقلل لي كفاءه البرج، وهنبدا نخش في مشاكل اللي هي المشاكل بتاعت السكيل. فساعتها بقوم جاي ايه بعمل سيلكت ان انا والله اخلي المايه ديت سيمي سوفت، خليها لا هي تبقى تتجه ان هي تكون كروسيف وميه تبقى شالها للتاكل، ولا اخليها الميه تبقى مثلا ميه سكيب، لا اخليها في النص بحيث ان انا استفاد ان انا اقدر اعمل سايكل عالي، وفي نفس الوقت اكون شغال وانا مطمن ان انا عندي لو حصل سكيل لا قدر الله السكيل ده هيحصل بكميه بسيطه، لان اصلا كميه الكالسيوم والمغنيسيوم الموجوده في الميه كميتها قليله. تمام. برضو من ضمن الكيميكال تريتمنت ده بالنسبه للجزء بتاع السكيل، لو انا هعالج السكيل بعالج عن طريق بتبقى مواد بيزد على الفوسفيت، لو انا هعالج الكروجن اللي بيبقى عندي في السيستم بتبقى بستخدم الزنك او ممكن مواد تانية، بس ان جنرال بستخدم الزنك اللي هو بيكون يعني سعره مش غالي بالنسبه لمواد تانية. عندي بقى هواجه مشكلة زي البايو فيلم او الطحالب او الاجلي والحاجات ديت كلها ازاي؟ بيبقى عندي مواد مؤكسدة، سواء مواد اوكسيدايزنج بايو سايد او نون اوكسيدايزنج بايو سايد، واحيانا بستخدم المادتين في نفس الكولينج تاور. بستخدم المادتين دولت ليه؟ لان زي ما انت بتقول ممكن الطحالب تتعود على نوع بكتيريا معين، على نوع مثلا منع طحالب معين، فبتعمل مثلا بتعمل رياكشن عليه فخلاص، فانت بتحاول انت ايه شويه تضيف لها مواد اوكسيدايزنج بايوسايد، واحيانا تضيف لها مواد نون اوكسيدايزنج بايوسايد. طبعا كل ماده من المواد ديت في كل شركه بتبقى الشغل بتاعها مختلف، هي بتهاجم الخلية نفسها، بتحاول تعلي مثلا، بتحاول تعلي البيتش، بتحاول تظبط السيستم، الحاجات دي كلها. كل مادة من كل شركة مصنعة للكيميكال تريتمنت بيكون ليها سبيسيفيكيشن خاصة بيها، المادة دي بتشتغل بطريقة معينة. في مواد مثلا بتقعد لما تضيفها في السيستم بتقعد ممكن لغاية 72 ساعة، مواد تانية بتكون بيزد على حجم الفوليوم، انت بتضيف كمية الكيميكال بناء على الحجم بتاع الفوليوم، مواد تانية لا والله انا بضيف الكيميكال بناء على عمر النص بتاع السيستم، السيستم ده والله بيقدر يعمل كام دورة في الساعة، فبناء عليه انا بضيف كمية البايوسايد دي. لكن طبعا التفاصيل والحاجات دي يعني ممكن ناخدها ان شاء الله، فنحاول في كورس تاني نحاول ان ندي في بنار تاني ندي الحاجات دي تفاصيل اكتر وتعمق اكتر، نخش بقى نجيب في المواد بتاعت السكيلينج، المواد بتاعت الكروجن، المواد بتاعت الاكسوزايزنج ونون اكسوزايزنج بايوسايد، ونشرحها بصوره اعمق. يعني عندي في حاجة مهمة جدا دايما يعني كان لازم نقولها في الويبنار ده، لما انا يكون عندي كولينج تاور جديد او وانا لسه رايح اشغله، لازم اعمل له يعني حاجة بري تريتمنت قبل ما انا ابدا اشغل الكولينج تاور ده. الكيميكال بتعمل زي باسيفيشن على
الستيل بتاعي وعلى الكولينج تاور عشان اتجنب ان انا اشوف المنظر ده في الكولينج تاور بعد اسبوع ولا اسبوعين شغل والكولينج تاور لسه جديد، اجي ابص الاقي الكولينج تاور بقى بالشكل ده. الشكل ده بيبقى نتيجه ايه؟ نتيجه ان ده استخدم الكولينج تاور ما عملش بسيفيجن او عمل بسيفيجن بس بصوره مش كويسه. البسفيشن بيمنعني الوايت راست زي ما حد زي ما بنسميه، بيكون صدى بس صدى لونه ابيض مش بني بقى، لا هو ابيض بيبقى وراه بقى اللون البني اللي احنا متعودين. بس انا لو انا جيت عملت بسفيشن، بسفيشن بتبقى عامل ازاي؟ بيبقى عندي كيميكال تريتمنت خاصه بالبسفيشن ببدا اضيفها في قلب الكولينج تاور بفتره زمنيه معينه عشان تعمل زي لير كده وطبقه عزل على المواسير عشان تخلي بعد كده لما اجي اضيف بقى ابدا الشغل بتاعي واخش بالميه في قلب الكولينج تاور بقى وخلاص السيستم هيبدا يبقى رانج معايا بصوره مستمره، انا ساعتها ما يحصليش عندي مشكله الوايت راست اللي بتبقى موجوده لو انا ما عملتش باسيفيشن وانا بصوره كويسه وانا بعمل ستارت اب للكولنج تاور من البدايه. طبعا ديت الريكومنديشن ليميت ستاندر عالمي انا ده كنت شغال بيه في بكاجن، فده الستاندر بتاع الكولنج تاور. المفروض ان الليميت بتاعت الكولنج تاور البي اتش كانت لازم تكيب البي اتش ما بين ال 8.5 لغايه 9.2، الكوندكتيفيتي معاك لغايه 1500 ماكسيمم، التي دي اس بترجع على حسب طبيعه الميه وعلى حسب الكيميكال اللي انت اخترتها اللي انت عملت لها سيلكشن. في كيميكال مثلا بتبدا شغاله من الرينج بتجيب التي دي اس بتاعتي من 800 ل 1000، في كيميكال لا بتبقى اقل من كده، في كيميكال احيانا ما بين من 600 ل 400، في كيميكال ما بين 200 لغايه 50. كل سيلكشن للكيميكال زي ما احنا شفنا في الجراف اللي كان قبل كده الاربع انواع الكيميكال دولت ليه رينج معين بيقدر يلعب فيه. المفروض الرينج ده بيكون عندي انا كمثلا ك سيلز انجينير في الخاص بالشركه ديت يبقى عندي الجراف ده اقدر اعمل سيلكشن لاين بصوره مظبوطه عشان اقدر اختار له الكيميكال المظبوطه اللي تقدر تشتغل مع الكواليتي بتاع الميه بتاعه. نسبه الكلام كان عندي بتبقى ماكسيموم 600، برضو الهاردنس كانت بتبقى عندي ماكسيموم 450 او 600 على حسب برضو الكيميكال اللي انا برضو بكون شغال بيها. الفوسفيت اللي انا بقيسه في الكولنج تاور كان بيبقى مثلا المفروض ما بين 4 او 7 بي بي ام. ال اس اي دي برضو طبعا بتختلف برضو من كل كيميكال انا بقدر اختاره او الثاني. والسايكل اوف كونسنتريشن بقدر اوصل ل 2.5 3 ونص 4 على حسب الكفاءه بتاعه الميه بتاعتي. طبعا لو انا لو الميه ميه كانت ميه مثلا في القاهره كان مثلا بتبقى التي دي اس بتاعتها 250 لبي اتش 7.4، نسبه العصوره بتاعت الميه بتبقى 130 بي ام، فكنت اقدر ساعتها كانت بتديني اريحيه ان انا اقدر اعمل سايكل كونسنتريشن وانا مستريح عشان هقدر اوصل الليمت بتاع السليكشن اللي انا مختاره من الكيميكال بصوره سهله جدا. طب انا لو ميه سوفت، الميه السوفت ما هي فكرة كلها ان انت بتشيل السفنر بيشيل املاح الكالسيوم والنصب، هل شلت املاح الكالسيوم والنصب من الميه حولت الميه من انها تبقى ميه سكيلينج او سيم سكيل في الحاله دي لميه اللي هي تبقى ايه كروسيف، فانت تقدر تشتغل بيها بس لازم تكون سلكشن مختلف من الكيميكال. عندي برضو الكيميكال بتاعت الار او، الار او البارامتر بتاعت البي اتش ممكن اوصل للليمت ديت الار او، بس طبعا بناء عليها السلكشن برضو بتاع الكيميكال اللي انا بختاره هيكون مختلف. وده هنا جراف
بيوريني مثلا دلوقتي انا كمشغل او كراجل دلوقتي رايح اعمل سيرفي على في موقع، وانا باخد عينه. والله خدت العينه لقيت عندي لو كونسنتريشن في الميه، يعني في السايكل كونسنتريشن بتاع الكولينج تاور اللي هو بيعمله قليل. هعمل ايه؟ لو انا لقيته قليل يقوم قايل لي خلاص بص، على لو انا عندي محبس تفوير او عندي سيستم كنترول تفوير مثلا، ابص على السيستم ده، ابص على السولنويد، ابص على الحساس بتاع البروب مثلا. لو انا عندي بروب بيقيس التلبس ابص عليه، ممكن البروب ده مثلا قرايته غلط فبيضطر، فبيبقى فاتح مستمر فبينزل ميه، بعمل كلين للبروب واشوف تاني. تمام. طب انا لو عندي نو خلاص يبقى انا هرجع اشوف. والله بقى لا، انا ما لقيتش عندي لوفت كونسنتريشن، لا انا جيت قست العينه لقيت عندي املاح زياده. املاح زياده برضو، لو انا عندي املاح زياده باجي ابص على محبس تفوير، والله ممكن محبس تفوير اصلا مقفول، ممكن البروب قري قيمه مثلا قليله فخلاص هو مش فاتح، لان انت مديله مثلا 1000 وهو قاري 500 والقيمه الفعليه 1000، هو مش هيفتح لان هو قايس 500 بس. فترجع تاني تشوف المشكله، وتفضل هكذا بقى. مثلا عندي جيت قست مثلا لقيت عندك في مشكله في الكروجن انهبيتور او السكيل انهبيتور بتاع اللي انت بتضيفه لما انت قست نسبه الكيماويات مثلا فوسفيت او زنك او انيا، تقوم جاي باصص على المضخه، والله تشوف المضخه شغاله كويس ولا لا. طب شغاله كويس والله خلاص، تبقى تزود نسبه الهبتور سواء كوروجن او سكيل 10% وتشوف تاني. لا والله انا لقيت النسبه بتاعتي لا ده النسبه عاليه، خلاص تتاكد تشوف البامب كانت كويسه، ممكن مثلا في فتره من فترات البامب اشتغلت فعملت الكلام ده. لا طب لو البامب مثلا كويسه خلاص اعمل قلل نسبه الحقن بتاعت الانهبيتور بتاعك. طب انا لو لقيت مثلا كده، انا مثلا ببص على الكولنج تاور لقيت الكولنج تاور ده في خضار او في تحارب موجوده في الكولنج تاور، بقوم ساعتها بدبل الكميه بتاعت البايوسايد اللي انا بضيفه. ليه بدبلها؟ عشان اقدر اكيب واحافظ بسرعه على ان الطحالب اللي انا اقدر اعمل اقتل الطحالب ديت بسرعه. لقيت الحاجات دي كلها تمام والدنيا حلوه، خلاص مش هعمل حاجه، الدنيا بالنسبه لي السيستم عندي كويس وكل حاجه عندي تمام، فانا مش هاخد اكشن ساعتها. ديت اشكال من ارض الواقع لشكل الكولنج تاور. هنا عندي في الصوره اللي على الشمال ده كان شكل سكيل موجود على بايب لاين للريفرس كوندنسر في احدى الشركات. كميه السكيل طبعا رهيبه بسبب كان السليكشن بتاع الكيميكال تريتمنت كان ما كانش احسن حاجه، والبطاقه بتاعت الكيميكال ما كانتش كويسه، فاداني الكولنج تاور بقى بالمنظر ده. عندي كميه سكيل رهيبه على المواسير، كميه السكيل ديت بتبدا تسبب لي ان الضغط بيعلى في الشرارات، تبدا تسبب لي مشاكل كتيره جوه في قلب الكولنج تاور. درجه الحراره بتاعت الكولنج تاور بتعلى، بدل ما كان بيعمل 5 درجات بقى يا دوبك بيعمل 1، ومش قادر على الواحد ده اصلا. دي صوره ثانيه للباك اند بتاعت الكولنج تاور. الباك اند من كتر السكيل اللي حصل في قلب الباك اند بقت كان المفروض في زي دعامات بتشيلها، الدعامات ديت الباكنج نزلت منها بسبب كميه السكيل اللي موجوده. وفي نفس الوقت الميه بدل ما كانت بتنزل دش على قلب تحت، لا الميه بتنزل من مكان واحد، فده معناه ان المسارات الثانيه اللي موجوده هنا او هنا مقفوله وبلوكت، فده برضو بيؤدي ان درجه حراره درجه الكفاءه بتاعت الكونج تاور بقت سيئه، ودرجه الحراره اللي هو يقدر يحققها بقت قليله جدا. عندي هنا برضو ده طحالب في قلب الكولنج تاور. طبعا الكولنج تاور مثلا انا الطحالب دايما بتعنيني لو الطحالب اتكونت في الجزء اللي الميه بتيجي فيه،
لان انا دلوقتي انا بضيف البايو سايد بتاعي في قبل الميه. طب مثلا في جزء مثلا وليكن لوفرز مثلا او دريفت تيرميتور مثلا ممكن يكون عليه طحالب، دي ممكن تتنظف، لكن دي مش مشكله بايو سايد، دي مشكله ان انت محتاج تنظف الجزء ده، لان الجزء ده مش بيوصل له ميه، او الميه اللي بتوصل له مش هتبقى ميه بكيميكال، غالبا هتكون ميه من غير الكيميكال. الجزء الصوره اللي هنا ديت ده كان الشيت بتاعت اللي هو الكروس فلو، برضه نفس الكلام، الشيت فيها كميه سكيل رهيبه، قالت ان الكولنج تاور الكفاءه بتاعته قلت برضه. هنا في اخر صوره هنا معانا زي ما انتم شايفين ده المروحه هيت والبلوكات ديت اللي هو الدريفت اليمنيتور، منع الرذاذ اللي بيبقى تحت هنا الموزعات تحت الجزء بتاع الدريفت اليمنيتور، وعشان المروحه طبعا وهي شغاله ما تبداش تشفط الميه اللي نازله من الموزعات، فبحط حاجه اسمها دريفت اليمنيتور اللي هو منع الرذاذ بيحول دون ان الميه بتبدا تشفط معايا او يحصل لها صك من سبب المروحه. كده يعتبر الجزء الاول بتاع الكولينج تاور انتهى بالكيميكال تريتمنت، بالمشاكل اللي احنا ممكن نقابلها. احنا كان نفسنا نتعمق اكتر بس ممكن الوقت يسرقنا، لسه قدامنا الشيلرات والبويلر، فنكتفي بالجزء ده في الكولينج تاور. ولو حد عنده اي سؤال تمام يا باشمهندس عمر، هو حاليا محدش او الاسئله بدات. في سؤال بيقول لحضرتك ايه المسافه المناسبه بين قاع البرج اللي هو خيط الماء اللي نازل من البرج ومنسوب المياه في الصمت؟ ايه معلش تاني يا فندم؟ حضرتك سامعني طيب؟ تمام. هي بص، هي المسافه ديت هي مش المسافه ديت بتكون اللي بيحددها اللي عامل سيلكشن للكولنج تاور، اللي هم مهندسين الميكانيكا اللي اختاروا الحاجات ديت، هم اللي بيختاروا المسافه بتاعت ما بين مثلا الباكنج وما بين القاع بتاع البرج والحاجات دي كلها، وبيبقى ليها حسابات تانية كتير يعني، بتوع الميكانيكا مش هيسيبونا في حل. تمام يا باشمهندس، حضرتك سامعني؟ سامعك تمام. تمام. في سؤال بيقول كيف يتم حساب البليد؟ البريد زي ما احنا قلنا، المفروض اللي انا زي ما احنا شرحنا هنا، انا دلوقتي بعمل ووتر بالانس للميه بتاعتي، البليد بتاعي بيبقى زائد البلو داون، ديت الاثنين ليهم علاقه ببعض، فما اقدرش افصلهم عن بعض، انا بحسب الكميه بتاعتهم كلها كتوتال. بحسبهم ازاي؟ بحسبهم ان الايفابوريشن ريت بيساوي على السايكل كونسنتريشن ناقص واحد يساوي البلو داون زائد البليد. طب انا السايكل كونسنتريشن اجيبها ازاي؟ السايكل كونسنتريشن اجيبها من التي دي اس بتاعت الكولنج تاور على التي دي اس بتاعت الميك اب بتاعت الميه اللي داخله الكولنج تاور. طب الايفابوريشن ريت هجيبها منين؟ الايفابوريشن ريت بتساوي 0.0085 في 1.8 في ريسيركيشن فريت بتاع البمب بالمتر مكعب بالاور في الدلتا تي، ومن القانون ده بقدر ساعتها احسب اجيب البلو داون زائد البليد. تمام يا باشمهندس. في حد بيسأل ما هي فائدة السفنر؟ فايدة السفنر، هي الفكره كلها، هي مش فكره فايده او مثلا لو هو مش مفيد في اوقات، لا هو الفكره كلها اللي انا اقدر اختار السلكشن صح للحاجه او للمعده اللي انا شغال بيها. يعني مثلا زي ما احنا قلنا، مثلا لو انا هشتغل ب الكولنج تاور بتاعي عندي مثلا ايفابوريتيف كوندنسر زي ده، فالايفابوريتيف كوندنسر درجات الحراره بتاعته بتبقى عاليه،
فمع درجات الحراره العاليه ديت سهل عندي يحصل سكيل على البايب لاين والكويلات اللي موجوده في قلب الكولنج تاور. فساعتها انا بكون خايف اكتر من مشاكل، انا مش بخاف من مشاكل الكروجن، لا انا بخاف من مشاكل السكيل اللي ممكن تحصل بسبب درجات فرق درجات الحراره العالي اللي موجود في الجزء في النقطه ديت. فساعتها بحاول اخلي الميه تبقى سيمي سوفت عشان برضو ما الجاش ما اعملش مشكله في البرج، واخلي البرج يكون يبقى انا مثلا ايه بحل من جزء وببوظ من جزء تاني، لا يبقى انا اخلي الميه سيمي سوفت عن طريق السفنه، واخلي الهاردنس بتاعتها تبقى مثلا شويه، اخد مثلا 50 ميه سوفت و50 ميه عاديه، ميه عسل عاديه الاملاح بتاعتها مثلا مش قليله، اخلطهم على بعض واضيف واحطهم في الكولنج تاور. ساعتها عشان ابدا اقلل مشاكل حدوث المشاكل السكيل اللي ممكن تحصل لي في قبل الكولنج تاور. لكن لو انا عندي كولنج تاور والله عادي باكنج وحاجات زي كده، فرق درجات الحراره بتاعه مش بيبقى كبير قوي، فبيبقى عندي مشاكل، المشاكل الاكتر اللي انا بتقابلني بتبقى عندي مشاكل الكروجن. لا عندي، فانا عادي بقى ساعتها ممكن تبقى الميه عليه، مش لازم الشرط اللي انا اختار ميه تبقى سوفت يعني. تمام. في سؤال بيقول هل بالإمكان زراعة منطقة خضراء حول كولينج تاور، وهل له تأثير إيجابي؟ هو الفكره كلها اهم حاجه في الكولنج تاور ان هو يبقى في اريا مفيش حاجه حواليه جنبه المصدر تسبب ان يكون في هواء سخن في الجنب بتاعه. لكن اللي هو يكون مثلا في، هي ممكن بس لو حصل ان في زرع كتير حوالين الكولنج تاور ممكن ساعتها يدي ان ايه في تراب او في حشرات تبدا تخش جوه في قلب نتيجه قوه السحب بتاعه المراوح، تبدا الحاجات دي تخش جوه فممكن تسبب المشاكل. لكن يفضل دايما ان الكولنج تاور يكون في مكان مفتوح، مكان بعيد عن اي مصدر للهواء السخن. ودايما بيبقى الكولنج تاور عموما بيبقى محطوط يا اما في اماكن عاليه فوق المباني، او بيبقى محطوط في اريا ما فيش حاجه حواليها عشان يسحب الهواء براحته. تمام يا باشمهندس. في سؤال تاني بيقول هل يوجد بكتيريا تسمى بكتيريا النيترويت في دوائر التبريد، وهل تقوم بتحويل النيترويت إلى أمونيا وبالتالي بتقوم برفع البي اتش عن المعدل المعتاد؟ والله الجزء بتاع البكتيريا والحاجات ديت انا ما قابلتنيش، ما قابلنيش النوع ده من البكتيريا، بس في انواع كتيره زي البكتيريا ديت في موجوده ممكن بره او ممكن ما تبقاش عندنا هنا، او ممكن انا ما قابلتهاش في اي موقع من المواقع اللي انا زرتها يعني. تمام. في حد بيسأل بيقول ما هو الكيميكال المناسب للوايت ريست؟ بتبقى مثلا على حسب الشركه المصنعه يعني، مثلا في كل شركه بتكون بتختار السليكشن الكيميكال بتاعتها، بس في العموما بيبقى الكيميكال ديت بيزد على الفوسفيت عشان هو اللي بيقدر يعمل بسيفيشن بصوره كويسه جدا للمثل يعني. بس هي طبعا جواها حاجات تانية تبقى زي، هي ده سر الصنعه او سر الحاجه اللي بتاعت كل شركه يعني، النو هاو بتاعت الشركه. تمام. في سؤال بيقول هل يوجد مواد كيميائية لخفض درجة حرارة في الكولينج تاور؟ لا هو مفيش كيميكال تقدر تنزل الحاجات دي. في الشبرات هنبدأ ناخد حاجات تانية، بس مفيش كيميكال بتنزل الحرارة يعني. في سؤال تاني بيقول الدوزنج ريت للكيماويات بيتحسب ازاي؟ الدوزنج ريت بيتحسب بناء على الشركه اللي هي مديك الكيميكال تريتمنت بتاعك. كل شركه بتقوم مثلا قايله لك والله انا بشتغل اللي انا مثلا اكون المفروض اللي انا الاقي ريزيدوال مثلا وليكن 20 بي بي ام فوسفيت. ال 20 بي بي ام فوسفيت دولت مثلا انا والله هشوف الميك اب ريت بتاعي بتاع الكولنج تاور، ابدا اعمل الحسبه والله عشان اوصل ال 20 بي ام فوسفيت في البلو داون بتاعي
انا محتاج ان انا اضيف والله 5 لتر من الماده او 2 لتر من الماده كل يوم، فابدا اعمل الحساب بتاعك. بتختلف برضو الدوزن جريت ومعدل والمعادلات دي بتاعتها من كل شركه للتانيه، عشان على حسب التركيزات بتاعت الكيميكال تريتمنت. تمام. في حد بيسأل بيقول كيف انظف السكيل اش، افضل كيميكال للتنظيف قبل بدء عملية الووتر تريتمنت؟ والله في كيميكال اصلا بتبقى على حسب النوع السكيل اللي موجوده. يعني مثلا انا احيانا في مواد مثلا بتبقى ممكن في ناس بتنظف بتاخد قطعه من الماده من السكيل اللي موجود فيها بيكون المتطور ده، وبعمل وابدا اعمل عليه تيست كل بانواع كيميكال مختلفه. بالظبط اكني مثلا لما اجي بعمل كيميكال كلينج مثلا للممبرين نفس الفكره، انا مثلا باخد القطعه من السكيل ديت احطها في اتش سي ال، احطها في سيتريك، احطها في سلفامك، اي كيميكال من الكيميكال ديت طبعا، واشوف هل ايه الكيميكال اللي هتديني نتيجه كويسه. بس طبعا لازم اخد بالي مش اي حد بيعمل الكيميكال كلينج للسيستم، ولازم اللي بيعمل كيميكال كلينج لازم دايما بيتابع نسبه الحديد اللي طالعه في قلب الميه، نسبه التاكل اللي بيحصل حاليا في قلب السيستم، عشان انا ما اجيش مثلا انا عايز انضف السيستم واقوم جاي منضفه خالص، بقى انضف المواسير واقوم جاي واضطر ان انا اعمل كروجن بقى. انا بعد ما كان عندي مشكله سكيل، لا بقى عندي مشكله كروجن وعندي مواسير بقى ايه حصل فيها مشكله اصلا. فلازم يعني بيبقى ليها حسابات معينه، ولازم افضل كل شويه اضيف واخد والله عينه اشوف البي اتش بدات ترفع معايا والتدس بدا يرفعوا معايا، يبقى كده معناه ان في املاح بدات تتفتت في الميه. بس في نفس الوقت ابص على الحديد، ابص على التاكل الحالي اللي بيحصل، ويكون عندي تيست حديد وابدا اشوف رينج الكيرف بتاع الحديد بيعلى معايا ولا وبينزل تاني ولا لا، ولا شغال يعلى وخلاص، عشان ما يحصلش مشكله كروجن في السيستم. تمام. في سؤال بيقول أثناء الغسيل الكيميائي لازم تكون درجة الحرارة معينة للحصول على غسيل جيد، لأن بعض الأبراج بها سخان داخل الحوض. لا هي ملهاش درجة حرارة معينة، هي بترجع زي ما قلنا على حسب نوع السكيل اللي عندك. في سؤال تاني، هل فعلا يا باشمهندس حشو أبراج مقاوم لنمو الكائنات الدقيقة دي معلومة سمعتها، هل يوجد فعلا ولا لا؟ هو في جاب كتير في الحاجات ديت، وبدأوا يعملوا حشو كتير في الجزء ده واشكال كتيره، فهم بداوا يعملوا حاجات من دي، بس لسه الحاجات دي يعني فعليا ما طبقتش وما وصلتش هنا، يعني ما اشتغلتش انا عليها. تمام. في سؤال بيقول لو أنا عندي سكيلز موجودة بالفعل وبكثرة، إزاي أتخلص منها؟ لازم اعمل الكيميكال كلينج، بس هعمل كيميكال كلينج زي ما احنا قلنا تاني. لازم مش اي حد يعمل كيميكال كلينج، ومش وما اعملش كيميكال كلينج باي ماده، لازم اشوف الماده، اعمل سيلكت برضه للماده الصح، الماده اللي هتقدر تعمل لي احسن نتيجه باقل تكلفه ممكنه، عشان ما يحصلش عندي مشكله في الكروجن في السيستم فتبدا عندي مشكله اكتر. في حد بيسأل بيقول ما هي الطريقة لخفض الملوحة في الكولينج تاور في الكلوز سيستم؟ لا الكلوز سيستم هناخده في هنشرحه وهنقول ايه العيوب والمشاكل اللي ممكن تقابلنا فيه بعد كده ان شاء الله في الجزء الجاي، هنخليها في الجزء الثاني. تمام. في سؤال بيقول أسماء المواد الكيميائية المستخدمة في الدوزنج بوم، وهل تضخ بوقت واحد أم كل مادة تضخ بسرعة معينة في توقيت منفصل عن جرعات المواد التانية؟ بص هي كل شركه وليها ليها اسم، يعني مثلا كاجن مثلا بتسمي مثلا 20 سي 19، مثلا نالكو 3 دي 349، بيقول هتسمي كل شركه بتسمي الكيميكال بتاعتها باسم معين، لكن هي مش هتقول لك البيز بتاع الكيميكال ده ايه، او مش هتقول لك الكيميكال ديت جواها 1 2 3،
لا هي بتقول لك الكيميكال ديت رقمها كذا، وبتقوم قايل لك الدوزنج جريد بتاعها المفروض يبقى كذا وبس. كل كيميكال طبعا هتختلف من شركه للتانيه، واي ونوع كيميكال من التاني كل نوع مختلف الدوزنج جريد بتاعه بيختلف طبعا عن بعض. تمام. آخر سؤال معانا، إذا كانت ألواح ومواسير الكولينج طور من الستانلس ستيل أو الجي آر بي، هل يلزمها معالجة قبل التشغيل حتى لا تتعرض لما تتعرض له مسيلاتها من الحديد المغلفن؟ ايوه لازم لازم كده، عشان انت هتضطر برضو، هيحصل عندك ممكن ما يحصلش عندك وايت راست بصوره كبيره، بس هيبقى عندك شكل البرج زي ما احنا كنا شفنا في الصوره. هتلاقي عندك طبقه من الطبقه بيضه موجوده على الكونج تاور، عشان ما حصلش سبيسيفيكيشن كويس للسيستم قبل ما انت تعمل تشغيل ليه. إيه، تمام. هو أكمل الأسئلة يا باشمهندس ولا تحب ناخد بريك وبعد كده نرجع ونكمل الأسئلة في الآخر؟ خلاص مش مشكلة، ناخد بريك ونكمل ونرجع تاني لأسئلة إن شاء الله عشان الوقت. تمام جدا. بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس عمرو على عمر على المعلومات الهامة اللي حضرتك قدمتها بأسلوب سهل وبسيط. هناخد بريك 5 دقايق إن شاء الله، هنستكمل الويبينار بإذن الله الساعة 9:10 بتوقيت مصر و10 ل10 بتوقيت السعودية. تمام. خلال البريك ده نستعرض كيفية الدخول إلى مركز المعرفة في منصة أقوى إنرجي إكسبو في فيديو قصير يوضح إزاي تتعامل مع مركز المعرفة وبيشرح كيفية تنزيل الكتب. مركز المعرفة لمنصة أكوا إنرجي إكسبو، هذا فيديو قصير لتوضيح طريقة استخدام مركز المعرفة بالمنصة. مركز المعرفة أو Knowledge Hub يحتوي على أكثر من 12 ألف ملف علمي في مجال علوم وهندسة المياه والطاقة، حوالي 11 ألف ملف باللغة الإنجليزية و1000 ملف باللغة العربية. الملفات كلها مجانية مفتوحة المصدر، يمكن قراءتها أو تنزيلها مباشرة بدون الحاجة للتسجيل. أول خطوة للوصول إلى مركز المعرفة، نكتب في محرك البحث جوجل اسم المنصة أكوا إنرجي إكسبو. كما هو واضح نختار رابط المنصة لتظهر لنا الصفحة الرئيسية للمنصة منتجات المياه والطاقة وكذلك مجلة علمية وإخبارية. للوصول إلى مركز المعرفة نختار من القائمة مركز المعرفة Knowledge Hub، وعند الضغط عليه هكذا سوف تفتح لنا الصفحة الرئيسية لمركز المعرفة، ونلاحظ أن المركز يحتوي على عدد من الأقسام في فروع مجالات المياه والطاقة. للوصول إلى أي قسم نضغط على Categories ونختار القسم المطلوب، لننتقل إلى صفحة القسم ونتصفح الكتب. الطريقة الثانية والأفضل هي الكتابة في مربع البحث عن أي موضوع نرغب في الحصول على أي ملفات فيه، مثلا Desalination، ونضغط بحث. تظهر لنا الملفات التي لها علاقة بالبحث كما يلي: إذا أعجبك كتاب معين وتريد الاطلاع عليه أو تنزيله تقوم بما يلي: الضغط على غلاف الكتاب ليظهر لك اسم الكتاب. عندما تضغط مرة أخرى على الغلاف يفتح لك صفحة الكتاب، وفيها يمكنك قراءة الكتاب من هنا أو تنزيله من هنا أو تصفح الكتب المشابهة من هنا. ونأخذ مثالا آخر للكتب العربية، نكتب مثلا تحلية في مربع البحث ونضغط بحث. تظهر لنا الملفات التي لها علاقة بالبحث كما يلي: إذا أعجبك كتاب معين وتريد الاطلاع عليه أو تنزيله تقوم بما يلي: الضغط على غلاف الكتاب ليظهر لك اسم الكتاب. عندما تضغط مرة أخرى على الغلاف يفتح لك صفحة الكتاب، وفيها يمكنك قراءة الكتاب من هنا أو تنزيله من هنا أو تصفح الكتب المشابهة من هنا أو الدخول على المجلة أو المعرض الافتراضي، وسيتم شرحهم في مرات قادمة. وأخيرا نرحب بكل الزوار الأعزاء لمركز المعرفة بمنصة أكوا إنرجي إكسبو، ونتمنى لكم الاستفادة من المراجع العلمية ودوام الرقي والتفوق والتقدم.
أخوكم مهندس محمد خليفة. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد في ويبينار اليوم مقدمة في معالجة مياه الغليات وأبراج التبريد والشلغوت مع المهندس عمر حواس. اتفضل يا باشمهندس، جاهزين نستكمل الويبينار. استأذن حضرتك بس ممكن تعمل شير سكرين. تمام. خلصنا الجزء بتاع الكولنج تاور، المشاكل والحاجات اللي احنا ممكن نعرضها في الفتره ديت، وهنبدا بقى في الجزء ده، جزء الشيلر او اللي بنسميه احيانا الكلوز لوب سيستم. الشيلرات عندي بتقسم لنوعين، يا اما شيلرات اير كولد يا اما ووتر كولد. الاير كولد بيبقى عباره عن ان عندي الكوندنسر ده بيكون عندي فيه مراوح، المراوح دي بتبدا بيبقى عندي مثلا سائل التبريد اللي هو مثلا فريون، بيبدا يطلع من الكمبريسور يخش على الكوندنسر، هنا تبدا المراوح دي بتاخد منه الحراره بتاعته، تمام، فتبدا تقلل درجه الحراره بتاعت سائل التبريد. فبعد كده يبدا يخش على الاكسبانشن فالف. الاكسبانشن فالف ده بيبدا هنا بيكون عندي دايره الكلوز لوب سيستم، الدايره ديت اللي انا محتاجها بقى، ده الدايره اللي انا بعالجها. الدايره دي مثلا اللي انا هيكون بيبقى فيها الميه، اللي انا مثلا دلوقتي عندي مول، في مستشفى، في مثلا مبنى كبير، مدرسه، اي حاجه، انا عايز ابرد المكان ده. فببرده لو انا استخدمت مثلا اللي هو التكييفات العاديه بتاعتي هستهلك كميه كهرباء عاليه قوي، وفي نفس الوقت مش هاخد الكميه او مش هاخد الافشنسي اللي انا محتاجها. فسبحان الله كانت الميه هي اكتر سائل بيقدر يحتفظ بالحراره لفتره طويله، وبيقدر ياخد يمتص الحراره بشكل كويس، ويقدر مثلا يدخل على بعد ما يمتص الحراره من سائل التبريد، فالميه تبرد، فالميه تروح للمبنى، ويبدا يبقى عندي فانكويلات. الفانكويلات دي توزع الهواء بتاعي في المبنى عندي وتبرد المكان، فبتبدا خلاص الميه انا سحبت الحراره اللي موجوده في قلب الميه، وبترجع تاني وتفضل الدايره بتاعت الووتر بتشغل. وفي نفس الوقت في دايره تانيه اللي هي بتاعت سائل التبريد الفريون او الامونيا او اي يكن، دي شغاله في جزء تاني. ده الشكل بتاع الاير كولر عن طريق المراوح، مفيش ميه غير في الجزء بتاع غير الجزء ده، تمام. الجزء الثاني اللي هو الووتر كولد. الووتر كولد بيبقى عباره عن ان انا بيبقى عندي كولنج تاور، زي الكولنج تاور اللي احنا كنا الاوبن لوب ده مثلا. الميه بتاعتي انا عايزها الميه ديت هتروح تبرد الكوندنسر، بدل ما انا كنت ببرد الكوندنسر هنا عن طريق الهواء، لا انا برده عن طريق الميه، وترجع تاني برده نفس الدايره اللي انا عندي، دايره بتاعت سائل التبريد، تبدا تبرد لي برده السائل اللي هيخش المبنى، وتفضل العمليه دي برضو شغاله. يبقى انا عندي هنا يا اما برد الميه عن يا اما برد استخدم الهواء الاير كولد في التبريد، يا اما استخدم الووتر كولد الميه اللي انا برد بيها سائل التبريد. يعني انا كده دلوقتي المعنى بيختلف عن طريق عن اللي انا الطريقه اللي انا ببرد بيها سائل التبريد، يا اما هواء يا اما ميه. عندي نوعين تانيين من انواع الشرارات، الفيبر كومبريشن والفيبر ابسوربشن. الفيبر كومبريشن اللي هو التقليدي بتاعنا العادي عن طريق الفريون او اي غاز عن طريق الضغط والحاجات ديت. الفيبر ابسوربشن بيبقى عن طريق الحراره. كان نفسي بيبقى عندنا وقت اللي احنا نشرح اكتر الميكانيزم بتاعهم، بس ده يعني بصوره سريعه كده ايه الانواع اللي موجوده عندي او اللي ممكن تقابلني في الشرارات، ابزوربشن والكومبريشن. ده الدايره بتاع بصوره بسيطه، دي الدايره بتاعه الشرار بتاعي، بيبقى زي ما احنا شايفين هنا عندي لو هو الكولر، الهواء بيبدا يبرد الجزء بتاع الفريون بتاعي هنا، يبدا يخش على اكسنشن فالف، وهو يحصل له فاد في الحراره، فدرجه الحراره بتاعته تقل،
يبدا يخش على الجسم بتاع الاكسنجر ده، بيكون عندي كولد ووتر اللي هي الميه اللي انا عايز ابرد بيها السيستم بتاعي والغرفه بتاعتي. تفضل الدايره دي شغاله كده عشان طول ما انا محتاج الهواء وطول ما الفركيولات بتاعتي عندي شغاله في المول او في المبنى اللي انا محتاج ابرده. الكلوز لوب سيستم، الكلوز لوب سيستم انا عندي في الكولنج تاور انا كان عندي بيحصل عندي فقد، فقد نتيجه، فبضطر ان انا اعمل ووتر بالانس، عندي ايفابوريشن تبخير، عندي بليد، عندي بلو داون بيحصل، فعندي حاجات كتير قوي، عندي كيميكال كروجن وكيميكال سكيل وكيميكال عشان البايوسايد، فعندي حاجات كتير. الكلوز لوب سيستم الوضع بسيط، انا كده الكلوز لوب سيستم اصلا في الطبيعي وفي العادي بتاعه ما بيحصلش فيه فقد، طول ما انت محافظ على السيستم، طول ما في ما فيش فيه تسريب، ما فيش فيه حاجه حصلت، الدايره بتاعت السيستم مقفوله. انت حطيت ميه، حطيت معاها الكيميكال تريتمنت بتاعتها، وكل فتره يا اما بتضيف البايوسويد بتاعك وبس، ما بتخافش من السكيل الا في حالات نادره ممكن تخاف من السكيل، مثلا لو احنا لو بيبقى بيحصل مثلا لو انت احيانا ما بيبقاش مقتصر على تبريد المباني، احيانا بيبقى مثلا عايز انت بتبرد مثلا معده بتاعت مثلا لو انت شغال في مصنع مثلا بلاستيك او حاجه من ديت، فبيبقى في فرق درجات حراره، فساعتها ممكن تخاف من السكيل. لكن طول ما فيش انت عندك هنا ما بيحصلش تركيزات، ما فيش تركيز بيحصل، فانت مش خايف من الاملاح، انت الاملاح بتحطها 300 هتفضل 300 زي ما هي طول عمرها، هتفضل 300 مش هتزيد عشان ما فيش تبخير. فانت بتقدر تعمل كنترول كويس قوي على السيستم بتاع الكلوز لوب سيستم. دوائر تبريد، ودوائر التبريد ديت بخف من حاجتين، ميه بارده هخاف من ايه؟ هخاف من كروجن وهخاف من الطحالب، مش هخاف من السكيل، لان هي الميه اصلا بارده، انا مش هخاف ان الميه تعمل لي سكيل، لان اصلا الميه هي بارده، هتعمل لي سكيل ازاي وهي بارده؟ تمام. اما في الدايره الثانيه اللي هي الهوت ستيم سيستم، الهوت سيستم بقى انا بخاف عندي من مشكلتين، مشكله كروجن، ممكن الميه بطبيعتها بتعمل مشكله كروجن، ومشكله ثانيه مشكله السكيل، ان الميه برضو بطبيعتها هتعمل سكيل نتيجه ان في فرق درجات حراره. انت لو شفت الكاتل مثلا، انت كنت اللي في البيت مره مع الثانيه بتعمل شاي، هتيجي تبص على الارضيه بتاعت الكاتل هتلاقي في عندك في سكيل موجود عندك، السكيل ده نتيجه املاح كالسيوم والسيوم الموجوده في الميه، فده اللي هيحصل. تخيل ده في كاتل، انت مثلا بتتكلم بقى عن سيستم كبير وحاجات كبيره، اللي هيبقى السكيل اللي هيحصل عندك لو انت ما حطيتش تريتمنت كويس للسيستم. عندي التريتمنت بتاع السيستم بتاع الكل بتاع الكلوز سيستم، يا اما انا بضيف كروجن انهبيتور عشان يعمل لي كنترول على الكروجن، يا اما بضيف كيميكال بتبقى بتعمل اكسجين سكفنجر، بتبدا تاكت الاكسجين اللي موجود جوه في قلب الميه عشان ابدا احافظ على السيستم عندي برضو من الكروجن، يا اما بضيف عندي حاجه في حاجات بقى تانية مساعده تبدا بضيفها كارتش فلتر، سايد ستريم فلتر، بحطه في الجنب كده بحيث انه يبدا لو السيستم فيه رايش فيه اي حاجه يبدا السيستم ده يبدا الكارتش ده يبدا ينضف اول باول. بعمل بضيف بايو سايد. السؤال اللي كان جاي اللي هو احنا بنحط كيميكال عشان نقلل درجه الحراره؟ لا، هو انا بحط في عندي بحط احيانا في سيستم معين من الكلوز سيستم بحط سرينج لايكول او مونو سرينج لايكول او الحاجات ديت عشان نسبه السرينج لايكول كل ليها علاقه ما بين الفريزنج اللي بيحصل. انا دلوقتي مثلا عندي سيستم بوصل بيه لسالب 5، وانا السيستم ده انا ميه، فالميه ديت اول ما توصل لصفر هتتجمد، فانا بضطر ان انا اضيف جلايكول. الجلايكول ده نسبته في الميه بتؤدي ان الميه ديت ما يحصلش فيها يعني تقلل الفريزنج اللي ممكن يحصل في قبل الميه، تمام. ف
فبضيف الكيميكال تريتمنت ديت بناء على الحاجه دي. تمام، عندي كولوجين انهبيتور بقى، عندي فيه انواع كتيره، كل شركه من الشركات بتحط كيميكال معين، بس طبعا السليكشن بتاع الكيميكال زي ما هنيجي نقول، زي ما احنا كنا بنقول هناك في الكولنج تاور، السليكشن بناء على السورس بتاع الميه والميه بتاعتي، بختار السليكشن الصح للكيميكال، لنوع الكيميكال تريتمنت اللي انا بعالج بيه. كذلك بقى هنا في الكروجن انهبيتور، المترولوجي بتاعه السيستم، السيستم ده والله مصنوع من الحديد من الستيل مثلا، ساعتها بقدر ممكن اعالجه بعمل كروجن انهبيتور ليه بالفوسفيت، لان الفوسفيت بيقدر يشتغل بصوره كويسه على الحديد. طب في مواد تانية زي ترايزول، بس ترايزول بستخدمه هو كوروجن انهبيتور، بس كوروجن انهبيتور للكبر بس. انت فانت لازم تشوف السيستم بتاعك، ايه السيستم النيتروجي بتاعتي. والله السيستم ده لو في مثلا في المونيوم اختار مثلا السيليكيت او المولبديت، لا ده والله السيستم بتاعي عندي فيه بس نحاس بس وحديد، خلاص يبقى انا ممكن ساعتها اشتغل بالنيترايت، اشتغل مثلا بالترايزو، الحاجات دي كلها ديت. فكل كل الكيميكال ديت عندي، عندي اولا الفوسفيت، الفوسفيت ده بيشتغل على الحديد، عندي الترايزول، الترايزول ده بيشتغل على الكبر، النيترايت بتشتغل على الكروجين هيبتور للحديد بصوره كويسه جدا، السيليكيت بتشتغل على كل انواع الميتال ومن ضمنها الالومنيوم، المولبديت برضو كذلك، بس بتبقى المولبديت مشكلتها كاسع، التنن برضو بيكون كروجن هيبتور للحديد بصوره كويسه، بس احيانا الناس ما بتحبش بتشتغل بالتنن في السيستمات القديمه، لان التنن مع في درجات حراره قليله ممكن يعمل زي سلادج كده ويبدا يسد لي المواسير، بس ده بالنسبه للسيستم ده. لكن زي ما احنا قلنا، لو احنا الاول خالص واحنا بنتكلم قلنا ان عندي انواع نوعين من الشرارات، شغال اللي هو الكومبريشن العادي والابزوربشن. الابزوربشن دايما دايما الشركات اللي بتعمل الشرارات ديت بتيجي تقول انا مش عايز، انا عايز التنن، انا او عايز اي ماده غير نيترايد تشتغل في السيستم. ليه؟ لان الالتروبيشن ده بيبقى فيه حاجه اسمها ليثيوم بروميد، الليثيوم بروميد ده لما بيتحد مع النيترايت خلاص بخسره، ما اقدرش ان انا اعمله بسترجعه تاني، لكن مع التنن بقدر ان انا اعمل له فصل. فعشان كده دايما بيبقوا يدوا ريكومنديشن، الشركات المصنعه للشرارات اللي هي الالتروبيشن بيدوا ريكومنديشن اللي انت الكيميكال تريتمنت بتاعي لازم يكون تنن. وطبعا زي ما احنا قلنا على حسب المترولوجي بتاعه السيستم ببدا اعمل سيلكشن لنوع الكيميكال تريتمنت اللي انا ببدا اعالج بيها الكلوز لوب سيستم. هنا برضه اهو الجلايكول، سواء سيلين جلايكول بقى، ايه الكيميكال، ايه نسبه السيلين جلايكول اللي هي اللي اضيفها في الميه مع درجه الحراره اللي هو يقدر يستحملها. والله انا لو ضفت مثلا، لو انا نسبه السيلين جلايكول عندي في الميه 10%، ساعتها اقدر تقدر الميه ديت ما تتجمدش لغايه ما توصل لسالب 5 والميه ما تتجمدش. طب انا خليتها 20، لا 20 ممكن توصل لغايه سالب 10 والميه ما تتجمدش، 30 لا ممكن توصل ل 15 والميه ما تتجمدش. فانا بضيف نسبه الجلايكول عندي في قلب الميه على حسب انا محتاج اوصل لدرجه حراره كام بالميه ديت، وفي نفس الوقت انا مش محتاج الميه ديت يحصل لها فريزنج عشان ما تفقدهاش وما تعمليش بلوكينج في قلب الخطوط بتاعتي. احنا كده شرحنا التريتمنت اللي انا بشتغل بيها في كيميكال ككيميكال وكده. نيجي بقى على الجزء بتاع البري تريتمنت اللي انا اقدر اشتغل بيه في الكلوز لوب سيستم. زي ما احنا قلنا مثلا احنا عندي مشكلتين، كانت عندي دايرتين، الهوت والكولد. الهوت بتقابلني مشاكل سكيل، فساعتها مش بس استخدم، احيانا في ناس بتستخدم السوفت السوفت بس برضو
ما بخليش الميه بتاعه السيستم عندي تكون كلها سوفت، لازم اخلي الميه تكون سيمي سوفت عشان ما يحصلش عندي مشاكل كروشن. تاني حاجه مثلا انا لو انا عندي مثلا ميه بارده خلاص، لو الميه مثلا بالنسبه لي بارده، مش انا مش محتاج ان انا اروح ان انا اركب سفنر على دوائر بارده، لان انا اصلا الحاجه اللي انا خايف منها هي مش هتحصل، انا خايف من السكيل، ما هو اصلا دايره بارده، فانا مش هبقى خايف ساعتها من السكيل، انا هيبقى مشكلتي الكروجن اللي ممكن يحصل. تمام. عندي بقى جزء تاني اللي هو الكارتش فلتر او الباك فلتر، سواء الشكل ده او الشكل ده. فكره الكارتش فلتر اللي انا باخد سايد ستريم، باخد جزء من الستريم بتاع السيستم 5% او 15% على حسب، بخلي جزء من الميه ديت يبدا يعدي على الكارتش فلتر ده. طب ايه اللي انا استفدته؟ اللي انا استفدته ان السيستم ده لو مثلا في عندي رايش، عندي مثلا بيحصل عندي مثلا جزء كروجن بسيط، فالكروجن ده ممكن يحصل بيعمل لي بدل عندي نوعين من الكروجن، عندي الروجن وعندي كروجن. الروجن ده هيحصل لي نحر في قلب البايب لاين، فانا عشان اتجنب الحاجات دي بركب الباك فلتر او التاتش فلتر، بيبدا يلم لي الحاجات دي كلها اللي موجوده في السيستم اول باول عشان ما يحصلش عندي مشكله فيما بعد ويحصل عندي روشن في السيستم. فبيكون الجزء ده مهم جدا في الدوائر اللي هي الكلوز لوب. عشان احاول احافظ على السيستم بتاعي من المشاكل ديت. ده اللي هو اللينير ساتوريشن اندكس، وده بيكون حاجه مهمه جدا زي ما احنا قلنا، سواء في الكولنج تاور في الشلر. الميه فيها بارامتر معينه، سبحان الله، البارامتر ديت بناء عليها الميه ديت لا بتكون يا اما هتكون سكيل، يا اما الميه ديت بتبقى متجهه ان هي تعمل سكيلنج اكتر، يا اما تكون الميه ديت متجهه ان هي تعمل كروجن او تعمل تاكل بصوره طبيعيه، لان هي فاقده عناصر فهي شرها ان هي تعمل كروجن بصوره سهله. فطبعا الحاجات دي كلها والرابط ده لو دخلنا عليه بيبقى بيديك بارامتر معينه انت بتدخلها في الميه بتاعتك، وبناء على البارامتر ديت هو بيقول لك طبيعه الميه بتاعتك ديت ايه؟ هل هي ميه سكيلنج؟ ميه سوفت؟ ميه مثلا لا ميه عندك كويسه مظبوطه في النص. فديت حاجات مهمه لازم تكون عارفها عن طبيعه الميه اللي انت بتستخدمها في السيستم بتاعك. نيجي هنا برضو ده دي الريكومنديشن ليميت للسيستم بتاعي، مثلا على حسب برضو اي شركه او اي كيميكال انا بضيفها، البي اتش بتبقى في الرينج ده عالي، نسبه التانل على حسب برضه الشركه، احيانا في ناس بتخلي نسبه التانل مثلا 120 140 على حسب تركيزه، النيترايت من 600 احيانا ل 1000، الحاجات دي كلها بتبقى على حسب الشركه هي اللي بتديك، بتقول لك والله انا الكيميكال ديت المفروض نسبه النيترايت اللي انا هقيسها بزيد ولا انا هقيسها في قلب اللوب بتاعك هتكون مثلا من 600 ل 1000، مثلا نسبه التانين هتكون 140 ل 100 ومثلا 120، الفوسفيت نسبه الفوسفيت ده كذا، نسبه السيليكا المفروض في الرينج ده. فدي الحاجات كلها على حسب السليكشن اللي انت بتختاره من الكيميكال تريتمنت بتاعك. ده كده بالنسبه للجزء بتاع الشيلر، يعتبر كده احنا خلصناه. نخش على الجزء المهم برضه ما يقلش أهمية عن الشلرات والكولينج تاور اللي هي البويلر. البويلر أنا بستخدم البويلر كتسخين، كمثلا اللي أنا محتاج بيها مثلا زي كده في محاضرات سابقة، اللي هي مثلا بتولد بخار، البخار ده بيقوم التوربينة ديت أنا بستخدمها اللي أنا بتولد كهرباء، بعمل بيها كلين، بعمل بيها ديسنفكشن، بعمل بيها سنتراليزيشن،
الحاجات دي كلها جت من استخدامات البويلر عندي. البويلر عندي بقسمها لثلاث انواع، هو ممكن يكون اثنين بس في ناس تحب تفصلها اكتر لثلاثه. اول نوع الفاير تيوب، وهنشوف هو اسمه فاير تيوب ليه، وتاني نوع الووتر تيوب، وتالت نوع عندي الكويل تيوب. خلينا ناخد اول نوع عندي اللي هو الفاير تيوب. انا يعني كده عشان اشير الشاشه. واضحه الصوره كده تمام؟ اه يا باشمهندس واضحه. تمام. ديت الووتر تيوب، تمام، زي ما احنا شايفين هنا في الصوره، تمام. لو هنيجي مثلا لينا، لو جينا عملنا زي نعمل لحاجه تاني، هنيجي نشيل، هنعمل مثلا نشيله، اللهب عندي بيبقى هنا البرنر اهي، تمام. البرنر بتبقى بتشتغل ازاي؟ بتبدا تاخد اللهب بتاع اللهب بيمشي هنا، وبيقوم جاي حاطط في كان الدرام اللي كان موجود هنا اللي احنا شفناه، وبعد ما بيخبط فيه بيبدا يخش في قلب البايب لاين، البايب دي الوايب الصغيره دي، وبتكون الميه هي اللي محاوطه الجزء ده، الجزء ده كله بيبقى عباره عن ميه. خلينا الصوره اوضح. اهي الجزء ده اهو اللهب هيمشي كده، تمام. اللهب بيقوم جاي خابط في الجزء ده من البويلر، تمام، وبيقوم جاي داخل في قلب البايب لاين ده. الشل دي يعني كده الشل الكبيره دي كلها دي فيها ميه. طيب انا عندي فاير تيوب. فاير تيوب ليه؟ لان التيوب هي اللي جواها اللهب بتاعي، هي اللي بتبدا تسخن الميه اللي موجوده في الدرام ده كله. فساعتها هي بسميها فاير تيوب بسبب كده. وبيبقى عندي بقى المشكله اللي بتقابلني، السكيل اللي بيحصل على المواسير ديت، نتيجه ان طبعا المواسير ديت هي اللي بتقابل الميه، فلما هي اللي بتسخن بسبب اللهب اللي فيها. فلما اللهب ده يسخن الميه هتبدا، لو الميه مثلا لو ما اتعالجتش كويس او انا ما عنديش تريتمنت كويسه، هيبدا يحصل عليها طبقه سكيل. طبقه السكيل ديت هتعمل لي عزل الميه، بدل مثلا ما كانت السكنس بتاع الماسوره مثلا 2 مللي او 3 مللي، لا هيبقى اكتر، فمع الوقت هتقل كفاءه الغلايه والافشنس بتاعتي. ده بالنسبة للجزء بتاع الفاير تيوب. يعني النوع الثاني اللي هو الووتر تيوب برضه هناخد. ده شكل الووتر تيوب. طبعا هي بتبقى معقده شويه عن الفاير تيوب، لكن لو احنا دخلنا جواها هنا، خلينا بس من الاول نشرح الجزء الاول ده. هنا بيبقى عندي في الووتر تيوب عندي درامين، عندي اول حاجه جزء اللي هو الابر درام او الستيم درام، وعندي اللور درام او الووتر درام اللي هو بيبقى تحت، تمام. البرنر بتاعتي اهي في نفس المكان،
لو احنا دخلنا جوه في قلب الغلايه، البرنر ديت بتبقى هنا. انا كان عندي في الاول الشل بتاع البويلر هو اللي جوه الميه، هنا لا العكس، الميه هي اللي جوه البايب لاين دي، المواسير بتاعتي ديت الميه هي اللي جواها، هي اللي بتمشي جوه في قلب المواسير وتبدا تسخن، فتبدا تتحول لستيم، هتبدا تطلع معايا. فده شكل الووتر، الووتر تيوب. بيحصل عندي ايه؟ البرنر شغاله زي ما احنا قلنا، الووتر درام الفوق ده اللي هو الابر درام او الستيم درام، بيبقى فيه جزء منه طبعا ميه. فايه اللي بيحصل؟ انا بيبقى عندي مثلا ميه في الجزء اللي تحت، مع التسخين الحراره بتبقى هنا في الجزء ده. يحصل ايه؟ اللي يحصل ان الميه تبدا الستيم يبدا يطلع من هنا، يخش يبقى طالع من هنا. فهو طبعا هو طول ما هو بيتحرك بيحصل ايه؟ بيتفرغ مكان للجزء بتاع الميه اللي موجوده هنا، فتبدا الميه اللي كانت موجوده في الجزء العلوي هنا تبدا تنزل على الدرام، على اللور درام، وتبدا العمليه دي شغاله على طول. ده الشكل بتاع ايه؟ الووتر تيوب. نيجي تاني للجزء النوع الثالث اللي هو الكويل. نفس فكره الووتر، بس بتبقى السكنس بتاعه بتاعه المواسير، السكنس شكل البويلر نفسها بيبقى مختلف شويه، حتى التريتمنت والسليشن بتاع التريتمنت بيكون مختلف شويه، وبيبقى حاجه كريتيكال جدا يعني. بتبقى عباره عن البرنر بتبقى مثلا من هنا او من فوق، وبتبقى بالمنظر ده. مواسير كويل صغيره جدا، بتبقى ماشيه كده، والبرنر عليها من الجزء ده، فبتخلي الستيم بتاعي في وقت قصير، وبيبقى الضغط بتاع الستيم بيبقى عالي في فتره زمنيه قصيره، عكس الفاير تيوب. طبعا هي اقل واحده فيهم، بتستخدمها في اماكن في ليها استخدامات معينه، والكويل والووتر تيوب ليهم استخدامات معينه، مثلا في المحطات الكبيره او اللي انا محتاج فيها ضغط ستيم عالي. فبيكون ده الشكل بتاعي، الكويل اهيت والميه شغاله تلف في الكويل، والجزء ده كله بيبقى اللهب متسلط على المواسير، فبتاخد اللهب، بتاخد بقى الحراره الكامنه الاساسيه بتاعه اللهب بتاعي، شعله اللهب الموجوده في قلب البويلر بتاعتي. نرجع للسلايد. زي ما شفناه ده الشكل بتاع الووتر تيوب، الابر درام او الستيم درام، وده اللي هو الدرام بتاعي، هاي الغاز ده اللي بيحصل في قلب البويلر. الكويل وده نفس الفكره، سواء بقى الستيم بقى البرنر كانت من فوق كانت من تحت، اهم حاجه اللي هي بتكون بالشكل ده. عندي بقى مشاكل كتيره يعني، البويلر شويه مشاكلها اصعب شويه بسبب حاجه كريتيكال، ممكن مشاكل اللي فيها ممكن تعمل لي كوارث لا قدر الله. فبتكون لازم اعرف كل مشكله ممكن سببها ايه او ممكن تحصل ايه. الغازات زي مثلا الاكسجين، الاكسجين ده بيعمل لي كروجن في المايه. طب لو الكربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد ده بيبقى نتيجه الكوندنسيت كروجن، بيعمل لي تاكل في راجع البخار بتاعي. وهنعرف ازاي دلوقتي، هنعرف حله ازاي. مشاكل بقى الكالسيوم، الصوديوم، الكلورايد، الكربونات، الحاجات دي كلها المشاكل اللي بتسببها. هنعرف دلوقتي ايه الحلول بتاعتها، وايه اللي احنا نقدر نعمله كبري تريتمنت وككيميكال تريتمنت عشان نقدر نحل المشكله دي. اول حاجه عندي بري تريتمنت او اكسترنال ميثود، انا ممكن استخدمها عشان وبستخدمها برضو بناء على الريكومنديشن احيانا المصنع بتاع البويلر بيقولها لي. يعني مثلا احيانا كنت في مثلا المصانع
في الكوي، خصوصا في مثلا البويلر اللي هي الكويل تيوب، بيبقى محتاج ان الميه بتاعتي ما تزيدش عن 10 بي بي ام مثلا، 10 قصدي مايكرو سيمنز حتى مش بي ام. فانت ساعتها لازم تعمل لازم تبقى الميه اللي داخله ميه ار او، ميه ار او منحها قليله عشان تقدر تعمل توصف المواصفات اللي الراجل بتاع الريكومنديشن بتاع البويلر قال لك عليه. عشان لو صنع بويلر فهو اللي ادرى بالبويلر بتاعته تستحمل ميه مصفاه عامله ازاي، فلازم نمشي عليها. فيبقى عندك اول حاجه عندك سفنه، السفنه زي ما احنا قلنا من شويه، وظيفه السفنه اللي هو بيشيل املاح الكالسيوم والمغنيسيوم ويحط مكانها املاح الصوديوم. بيشيل املاح الكالسيوم والمغنيسيوم ليه؟ عشان املاح الكالسيوم والمغنيسيوم هي الاساس لتكون السكيل عندي، هي الاملاح اللي بسهوله ممكن يحصل عندي بسببها سكيل. نيجي تاني لتاني حاجه ممكن ديتمنت ممكن استخدمها اللي هي الريفرس اوسموزيس الار او، بستخدمها عشان مثلا زي ما قلنا الريكومنديشن عايز مثلا اوفر في ك فول كونسمشن، كاعمل سايكل كونسنتريشن برضو للبويلر بصوره اكبر فبستخدمها. عندي نوع تاني اللي هو الميزر ميه مقطره، برضو ديت ليها استخداماتها في انواع معينه. عندي الديريتور، والديريتور ده وظيفته مهمه جدا، لان احنا زي ما احنا هنقول بعد كده ان درجه حراره الميه بتساعدني في التوفير في الفول كونسمشن اللي انا بستخدمه، بتساعدني ان انا اوفر كميه كيميكال تريتمنت ممكن اضيفها. الحاجات دي كلها بيوفرها لي الديريتور، غير انه كمان بيساعدني في تقليل كميه الاكسجين او كميه الغازات اللي موجوده فين في قلب الميه بتاعتي، نتيجه ان هو طبعا كل ما درجه الحراره بتاعت الميه زادت كل ما نسبه الاكسجين الدايب في الميه بتقل. تاني خامس حاجه وحاجه برضو مهمه جدا ولاحظتها كتير في الاوقات الجايه بسبب ان مثلا الوقود بدا يغلى والحاجات دي كلها، اللي هي الايكونايزر. الايكونايزر ده بيبقى عباره عن انا دلوقتي العادم بتاع الغلايه، انا دلوقتي عادم الغلايه ده درجه حرارته كبيره جدا وانا برميه في الجو ما بستفادش منه حاجه. هم فكروا في فكره، عملوا ايكونايزر. الايكونايزر ده عباره عن ان انا بدخل الميه قبل ما تدخل، الميه طالعه مثلا من الديريتور طالعه من التانك، قبل ما تخش الغلايه بعديها على الايكونايزر. بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن شبكه مواسير جوه في قلب المدخنه في البايب بتاع المدخنه، تمام؟ بتبقى ماشيه بالشكل ده مثلا، والعادم الدخان بيقابلها فيبدا يسخن الميه. طبعا مثلا العادم درجه حرارته عاليه فيبدا يسخنها، حتى لو هي جايه من دايريتور درجه حراره سخنه، لا ده انا بدات تسخن اكتر بحيث اقلل الوقت اللي الميه هتاخده عشان تتبخر فيه، واقلل كميه الفويل كونسومشن اللي انا بستهلكها في البويلر. فدي كلها اكسترنال ميثود انا بستخدمها في البويلر. طبعا كل واحده من دولت ممكن نقعد فيها نشرحها بالتفصيل اكتر، بس احنا بناخد فتره عشان الوقت برضو ما يسرقناش. عندي مشكله مهمه جدا بتقابلني في الغلايات، وهي مشكله الكروجن. زي ما احنا شايفين في الكيرف ده الكيرف الاساسي بتاع الكروجن ريت. زي ما احنا شايفين ان بعد ال 8 ونص بيبدا الكيرف يعلى بتاع الكروجن، وبعد ال 12 و7 بيبدا الكيرف يعلى بطريقه رهيبه. فعشان كده دايما كريكومنديشن في اي شركه من الشركات دايما هتاخد بالك ان هي بتكون جايه حاطه لك الليميت بتاع الكروجن جوه في قلب البويلر ما بين 10 ونص ل 11 ونص، عشان بعد ال 11 ونص ده داخل في ال 12، ده داخل في نقطه كريتيكال قوي، ممكن في ثواني يحصل عندك كروجن اتاك فيحصل عندك مشكله في قلب البويلر وكذلك. فانت لازم تخلي نفسك في السيف سايد، وعشان كده دايما بتبقى الريكومنديشن ما بين 10 ونص ل 11 ونص بالنسبه للكروجن. طب انا عندي مشاكل الكروجن دي،
احلها ازاي؟ تحلها عموما في اربع مواد اساسيين تقدر تعالج بيهم مشاكل الكروجن اللي بتبقى موجوده في البويلر. مادتين بيعتمدوا على بيشتغلوا كاكسجين سكافنجر، بيعتمدوا زي اكسجين سكافنجر، فهيعتمدوا على ايه؟ هيعتمدوا على نسبه الاضافه الهول بتاعتهم بتعتمد على نسبه الاكسجين الدايب في الميه. وزي ما احنا شايفين في الجزء ده نسبه الاكسجين الدايب في الميه بتعتمد على درجه الحراره. لو انا عندي درجه الحراره مثلا قليله نسبه الاكسجين بتاعتي هتبقى عاليه، فهضطر ان انا اضيف من الكيميكال تريتمنت بتاعتي دوزنجريت اعلى. طب ايه هم الكيميكال اللي بتشتغل ديت؟ عندي اول حاجه الكربون هيدروكسيد، وده بتبقى الاضافات بتاعته قليله جدا مقارنه بالنوع الثاني اللي هو الصوديوم اللي هو السلفايت. بس الكربون هيدروكسيد مشكلته ان هو مش اف دي ابروفد، فدايما بستخدمه في صناعات الورق والحاجات ديت، لكن لما لو في حاجه غذائيه بتجنب ان انا استخدمه، وبضطر ان انا اخش على النوع الثاني اللي هو الصوديوم سلفايت. الصوديوم سلفايت هو مش فولاتايل، فبالتالي ما عنديش مشكله ان انا بعالجه في قبل، لان هو اصلا مش هيطير مع الستيم، فمش هيسبب لي مشاكل، وفي نفس الوقت عادي هيبقى يعني ده بروف. فمش هي لو مثلا لو انا عندي غلايه ديت بتروح تخدم مثلا على حاجه فيها اغذيه او كده، مش هيبقى عندي مشكله ان انا اعالج بيها بقى دي. بس لو انا بضيف تقريبا، لو انا بضيف مثلا من هنا واحد بين مثلا بضيف 7/10 بي بي ام كربون هيدروكسيد لكل بي بي ام اكسجين، واضيف هنا 7 بي بي ام سلفايت لكل واحد بي ام اكسجين، تمام؟ فبيبقى الاضافه بتاعت السلفايت اعلى شويه من الكربون هيدروكسيد. دول بالنسبه للاكسجين سكفنج. عندي نوعين تانيين بيشتغلوا ك بيعملوا طبقه عزل على جالفونايز او مثلا لاير كده على المواس، اللي هو الكروبيك اسيد او التاني. احنا هنا الاضافات بتاعت الكربون هيدروكسيد والسلفايت بتبقى بناء على درجه الحراره ونسبه الاكسجين. هنا بتبقى بناء الاضافات وكميه الاضافات بتاعتهم بتبقى بناء على الميك اب ريت بتاعك، التعويض والفقد اللي انت بتفقده، الميه اللي انت بتفقدها عشان تحاول تكيب الرينج بتاع التاني او الكروبيك اسيد في الرينج بتاعها. الالكتروبيك اسيد برضو بيبقى ممكن مش اف دي ابروف، عكس التنين اللي هو اصلا بيبقى موجود في الاف دي ابروف موجود في الشاي، فبيبقى سهل جدا ان انت اي حاجه فيها صناعات غذائيه تقدر تخش بصوره سهله كتريتمنت او تعمل سيليكشن للتنين بصوره سهله. في نفس الوقت انا مثلا في شركه انا التغذيه بتاعي درجه حرارته اقل من 60 درجه. اقل من 60 درجه هاجي ابص انا لو عالجت بالسلفايت هضيف كميه سلفايت كتيره عشان اكيب الاكسجين اللي موجود في الميه. طب انا طب ايه اللي يخليني اروح للحل ده؟ انا ممكن اروح للتنم اللي هو بيزد على الفلوريت بتاع الميه ومالوش علاقه بالاكسجين، هو كده كده هيحافظ لي وانا كده كده مش هشغل بالي بحراره التانك. لو انا مش هقدر احافظ على حراره التانك صوره فوق مثلا ال 70 درجه و 80 درجه، فبلجا للكيميكال اللي هي بتبقى بيزد على الفلوريت زي الميك اب بتاعي زي التانل الميتروبيك اسيد. لكن لو درجه الحراره بتاعتي عندي عاليه بشتغل بعمل سلكشن على السوديوم سلفايت او كربون زيرو على حسب المصنع بتاعي هيقدر ايه. عندي بقى مشكلة كبيرة جدا بتقابلني دايما اللي هي كوندنسيت كروجن، راجع البخار والمشاكل اللي بتحصل فيه. اللي بيحصل اصلا في المية ده الجراف السهل بتاع الطبيعي بتاع شكل المية فاب الغلاية. بيبقى عندي البويلر عندي بتعمل ايه؟ مع الحرارة والضغط بتطلع لي بايكربونيت ومية. الميه هتطلع على شكل ستيم، والبيكربونيت هيطلع على شكل كربون دايوكسيد غاز وكربونيت وهيدروكسيد. اللي بيحصل مع الوقت لو انا عندي الغلايه بتخدم على مسافات بعيده،
الغلايه ضغطها عالي، كل ما الضغط عالي كل ما كانت مشكله راجع البخار اعلى. تمام؟ فمع التكثيف اللي بيحصل جزيء الميه هيحصل هيتحد مع الكربون دايوكسيد هيعمل لي كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده بيعمل ايه؟ هو اسيد، هيبدا ينزل لي البي اتش بتاعت الميه. فاجي اقيس البي اتش بتاعت التانك التغذيه الاقي البي اتش بتاع التانك التغذيه قلت. ليه؟ لان لو انا مثلا عندي راجع بخار والبخار ده بيرجع في قلب التانك التغذيه، تانك التغذيه البي اتش بتاعته هتقل، فاعرف ساعتها ان عندنا عندي راجع بخار وعندي كربونيك اسيد انا مش بعالجه بصوره كويسه. وفي نفس الوقت بقى الكربونيك اسيد بقى طول ما هو ماشي شغال يعمل كروجن في اي بايب لاين بتقابله، ما هو حمض فبيعمل وبيقلل بيش فبيبدا يعمل تاكل. فانا ساعتها بعمل ايه؟ عندي كيميكال مهمه جدا اللي هي الفلامينج امين او النيترايزنج امين، ببدا اضيفهم. الميزه اللي هم الاثنين اف دي ابروفد فبيبقاش عندي مشكله معاهم، بيتحدوا مع ال في جزء يا اما بينحي الكربونيك اسيد ويبدا يتفاعل معاه تمام، يا اما يطلعوا امين كربونيت، يا اما بيحاول اللي هو بيعمل زي طبقه عزل على المواسير فبيحاول يخلي اصلا خلاص يبقى انا كده الكربونيك هيجي يعمل اتاك للمواسير مش هيلاقي اصلا في طبقه عزل في حمايه موجوده على البايب لاين، ده مش هتسبب لي ان يحصل عندي مشاكل الكروجن، مشاكل الكوندنسيت كروجن اللي ممكن نعملها في قلب الغلايه. طبعا السكيل مشكله فظيعه جدا ممكن تقابلني في قلب الغلايه، واي نسبه سكيل بتسبب لي لوس في الافشنس بتاعت الغلايه، ممكن تحصل عندي استهلاك عالي للغاز، احيانا ممكن تبقى نتيجه اللي يحصل عندي بلوكج لو انا لو المواسير عندي ووتر تيوب واضطر ساعتها اغير التيوب فبتبقى تكلفه مرعبه. احيانا قدر الله ممكن يحصل عندي مثلا بقى تحصل عندي مشكله تنفجر الحاجات دي كلها بسبب السكيل اللي ممكن مثلا واحد ما ياخدش باله منه، بس لا السكيل ممكن يسبب لي مشاكل كتيره جدا في البويلر بتاعي. برضه كذلك البويلر بيبقى ليها ووتر بالانس، بقدر احسب منه المفروض الغلايه بتاعتي بتستهلك فويل قد ايه، المفروض بتستهلك ميه التعويض قد ايه، الحاجات دي كلها ببدا احسبها عن طريق الميك اب بتاعي بيساوي الستيم زائد البرو داون، الستيم اللي انا اللي الغلايه بتطلعه والميه اللي انا بفقدها. عشان طبعا مع نفس الكلام انا بيبقى عندي تارجت برضو في الغلايه اللي انا بعمل سايكل اوف كونسنتريشن في قبل الغلايه، الميه دخلالي مثلا وليكن الميه دخلالي 70 بي بي ام، انا مثلا عايز اوصلها 2000، هيبقى انا كده عملت كام سايكل؟ لو انا وصلتها ل 2000 يبقى انا كده عملت 28 سايكل. تمام؟ كل الحاجات دي كلها بتأثر لي على إضافة الكيماويات، بتأثر لي على كمية الوقود اللي أنا بستهلكه، برضو كذلك درجات الحرارة برضو بتأثر لي على كمية درجات الحرارة بتاعت التانك التغذية، بتأثر لي على الفول كونسومشن اللي أنا بستهلكه، بتأثر لي على الدوزن جريت لو أنا هستخدم سلفايت أو كربون هيدرويد، بتأثر لي على الدوزن جريت بتاعهم. مفروض ان انا بكيب بعمل كنترول على العناصر اللي موجوده في قلب الميه سواء الكالينتي اوكسجين سكفنجر مثلا اللي هو سكين انهبيتور بتاعي التي دي اس بتاعتي في قلب الغلايه. وليكن انا عندي الكالينتي اللي انا كالينتي عندي برضه بعمل سيلكشن بنوع الكيميكال على حسب برضه السورس بتاع الميه، زي نفس فكره الكولينج تاور يبقى عندي نفس الجراف ده في الشركه، وكل كيميكال لها رينج بتقدر تشتغل فيه، فبناء على الرينج ده انا بحط الكنترول ديت اللي انا اقدر اشتغل بيها.
لكن احنا مثلا عندي كيميكال تريتمنت تقدر تشتغل بتوتال الكالينتي ما تقلش عن 350، واما الكالينتي ما تزيدش عن 1200. ليه؟ لان لو زادت عن كده هيحصل عندي تدس عالي، ممكن يحصل عندي كاري اوفر للغلايه. فدي مشاكل انا بحاول اتجنبها دايما في الجزء ده. طب انا مثلا لو انا كذلك، انا ممكن لو انا عندي تدس عالي المفروض برضو ان انا دايما الرينج تدس بتاع الغلايه اخليه في الرينج ده، لا يزيد عن 3000، لا يقل عن 3000 ولا يزيد عن 3000 ونص. ما يقلش، عشان لو قل انا بفقد كيميكال، بفقد ميه، بفقد ميه سخنه، فالميه ديت فيها فويل، يعني فويل خد انا خدته غاز او وقود عشان اعلي درجه الحراره ديت، فما اخدرهاش بالساهل وارميها واعمل لها بلو داون بالساهل كده. وفي نفس الوقت معليش قوي التي دي اس، عشان تعليه التي دي اس ممكن تعمل لي كاري اوفر، وممكن ساعتها تعمل لي برضه كمان سكيلنج في قلب الغلايه. عندي برضه كمان الاكسجين سكافنجر اللي هو مثلا سواء لو كان هنا سلفايت، بعمل بحافظ عليه في الجزء ده ما بين 30 بي بي ام لغايه 70 بي بي ام، واحيانا برضو على حسب السورس بتاع الميه ممكن اشتغل من 20 ل 40، على حسب برضو السورس بتاع الميه وعلى حسب السلكشن اللي انا اللي الكيميكال بتقول لي عليه من الشركه المصنعه، والله ان الكيميكال ديت المفروض الريزيدوال بتاعها يبقى 20 بي بي ام ل 40 بي بي ام. تمام. برضو كذلك اقل لو انا نسبه السلفايت قليله، ده معناه ان انا عندي حاجه من اثنين، يا اما انا حصل عندي فتره من الفترات درجه الحراره قلت، فالريزيدوال الاكسجين اللي موجود عندي نسبته قلت بسبب ان هو تفاعل مع اكسجين، يا اما انا نسبه الاكسجين اللي انا بضيفها قليله فمحتاج ان انا ازود الجرعه شويه. طب انا لو زايده يبقى لا، يبقى انا بشوف مثلا هتبقى عندي مشكله السلفايت ده بيزود لي التي دي اس. فحتى عشان كده احيانا لما انا بعمل سيلكشن للبويلر، والبويلر دي مثلا زي وليكن زي ما احنا قلنا من شويه مثلا كويل تيوب، والكويل تيوب دي بيبقى ليها ستاندر معين، مثلا تقول لك اللي انا ما زدتش عن 10 مايكرو سيمنز، ساعتها اصلا ما بعالجش بالسلفايت، بعالج بالامين وبعالجش بالسلفايت، عشان السلفايت برضو اصلا السلفايت الزياده بيرفع لي التي دي اس في قلب الغلايه. نيجي بقى برضو الجزء الثاني اللي هو الماده الثانيه اللي هو السكين انهبيتور، ودايما دايما السكين انهبيتور بتبقى بيزد على بتبقى بيزد على الفوسفيت، وبيبقى برضه نفس الكلام، بحاول انا اخلي اكيب الريزيدوال بتاعها ما بين 30 بي بي ام لغايه 70 بي بي ام. لو هي قلت عن كده عندي برضه نفس الكلام، عندي حاجه من اثنين، يا اما عندي مثلا لو انا ما استخدم سفنر قبل الغلايه يبقى انا السفنر ده حصلت فيه مشكله قرب عسر، فالفوسفيت ده بدأ يتحد مع الكالسيوم والمغنيسيوم فاكتر، فالريزيدوال بتاعه نسبته قلت، يا اما انا اصلا الكيميكال تريتمنت او الدوزن جريد بتاعه قليل هبدأ ازوده عشان اكيب الرينج السيف سايد بتاعه. طب انا لو لو زودت الفوسفيت، لا زياده الفوسفيت انت بتخسر كيميكال، بتخسر كيميكال في الفاضي، انت المفروض تستفيد منها في حاجه افضل من كده. وده بيكون الشكل التخيلي للسيستم بتاع البويلر تريتمنت. المفروض الستاندرد اللي انا بيبقى عندي الاكسجين سكافنجر اضيفه على في قلب التانك بتاع التغذيه، تمام، والانتي سكيلنت اللي هو مثلا السكيل انهبيتور اضيفه على اللاين اللي طالع من السفنر، او طالع هنا في الجزء ده مثلا من محط ار او، فبضيفه على اللاين اللي طالع من هنا، بضيف السكيل انهبيتور على الجزء ده على اللاين ده، بحيث انه ياخد اطول فتره ممكنه على ما يتفاعل مع، لو انا عسره هرب مني هيقدر هو يتفاعل معاه في الوقت ده كله. كذلك الاكسجين، لو في مثلا اكسجين موجود في قلب التانك يقدر الاكسجين سكفنجر يتعامل معاه. اما النوع الثاني اللي هو الكوندنسيت تريتمنت، يفضل الستاندر اللي انا بضيفه على في البطاريات بتاعه الستيم او في اللاين اللي رايح للغلايه.
لان كده كده اصلا بتبقى الامين كيميكال فولتايت، فسهل اللي هو يطير مع الميه. ده برضو ديت ريكومنديشن ليميت الستاندر الاساسي بتاعي. مثلا لو انا هشتغل بكيميكال المفروض ان انا هاجي اهم حاجه عندي في السفنر، لو انا مثلا في محطه وعندي غلايه اهم حاجه عندي اللي انا مثلا السفنر ده بيطلع لي زيرو عصر. ما ينفعش مثلا انا جاي اقيس السفنر ولا ايه 5 بي بي ام، هو المفروض سفنر فالمفروض اصلا هو يمنع الحاجات ديت، فما ينفعش ان هو يكون فيه يطلع لي عصر. البويلر في التانك بحافظ على البي اتش بتاعتي ما بين 7 ل 4 او لغايه 8 ونص، ما تقلش عن كده عشان ما يبقى لو قلت عن كده يبقى انا عندي مشكله في رواجع البخار او السورس بتاع الميه، اتاكد برضه. ولو زادت، لو البي اتش زادت عن كده هتبقى هتسبب لي مشكله ان البي اتش بسرعه هتطلع في قلب الغلايه، ودي هتسبب لي مشكله ثانيه. التي دي اس مثلا وليكن كنا بنشتغل في مصر مثلا 250، الكنت 150، الهاردنس المفروض ماكسيمم اللي هو يوصل 5 بي بي ام في قلب الفيد ووتر تانك. الريكومنديشن بتاعت البويلر المفروض ان البي اتش بتاعت البويلر ما بين 10 ونص ل 11 ونص، التي دي اس ماكسيمم تبقى 3500، الالكالينتي ماكسيمم تبقى 1000، البي الكالينتي 700، التوتال الكالينتي 450. الهاردنس انا ما اعرفش ايه في قلب الغلايه. توتال فوسفيت ما بين 20 ل 40 بي بي ام، السلفايت كذلك، التانل ما بين 120 ل 160، تمام. الكوندنسيت اللي هو راجع البخار برضو من الحاجات اللي الستاندرد، ما ينفعش انا راجع البخار اجي اقيس فيه الاملاح الاقي الاملاح مثلا 10 بي بي ام، ده بخار، البخار ده حاجه المفروض منزوعه الاملاح. لو انا لقيت حاجه زي كده حاجه من اتنين، يا اما انا عندي الستيم اللي طالع ده عندي فيه مشكله ففي ميه بتطلع معايا، يا اما عندي مشكله في الخط بتاع راجل البخار بيخلط معايا ميه فبتعلي تدس. فدايما بشيك على الحاجات ديت في قلب في العينه بتاعت الكوندنسيت، بشيك على بيتش، بشيك على تدس، بشيك على الهاردنس، لان برضو ما ينفعش يبقى في هاردنس في قلب راجل البخار. طبعا نفس الكلام اللي احنا كنا شرحناه على الكولنج تاور، برضه في نفس الجزء هي ديت اللي انا بقيس الحاجات، بقيس الاملاح بقلب الغلايه، لقيت الاملاح زياده لو زياده بشوف محبس التفوير بتاع الغلايه وبزوده. طب لو قليله اقلل محبس التفوير، طب لو هي تمام خلاص اشوف الحاجه اللي بعدها وهكذا وهكذا. الجراف ده بيبقى مهم جدا عشان بيسهل لي اعرف اختار ايه المشكله اللي عندي وايه الحل اللي انا اقدر اخده وايه الاكشن اللي انا اقدر اللي انا بكون محتاجه في الفتره ديت يعني، او في الوقت ده من المشكله اللي بتقابلني. وهنا ان شاء الله الحمد لله يعني اتمنى يكون الويبنار يعني قدم لكم معلومات كويسه واستفدتوا بيه، وانا على قد ما اقدر حاولت ان انا الم جزئيه كبيره جدا من التريتمنت او من الحاجات اللي انا عارفها المعرفة البسيطه ديت عن الووتر تريتمنت في الكولينج تاور والشنرات والبويلر. اتمنى تكون الدنيا واضحه عندكم بنسبه كبيره، وان شاء الله يعني نحاول نلاقيكم في ويبنارات بعد كده ان شاء الله باستفاده. شكرا. بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس عمر، يعني حقيقي اتحصلنا النهارده على معلومات كتيره مهمه ومفيده جدا وباسلوب سهل وبسيط، وناس كتير استفادت من المحاضره وبتشكر في الاسلوب وبتطلبوا الريكورد. وبالنسبه للريكورد هو كده كده هينزل على القناه وهيتم ارسال الرابط على جروب التليجرام باذن الله. في ويبنار اليوم مقدمه في معالجه مياه الغليات وابراج التوريد والشيلرات، وبشكر زملائي الاعزاء الحضور على الاستماع، وبتمنى لكم الحصول على اقصى استفاده من ويبينار اليوم والويبينارز اللي جايه باذن الله. واخيرا بجدد الشكر للمهندس محمد خليفه مؤسس منتدى واكاديميه خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصه اكوا انرجي اكسبو الجهه المراعيه والمنظمه للويبينار. كنت مع حضراتكم مهندسه اسراء هاني، متمنيه من الله تعالى ان نلقاكم على خير في الويبينارز القادمه باذن الله. شكرا لحضرتك جدا يا باشمهندس. السلام عليكم.